ممكن تقبلي الولاعة دي هدية مني؟ ايه ده؟ اعمل بيها ايه؟ اكيد مش هتقمري عليها عيش يعني، بدل الكبريت وكده. انا ما بشربش سجاير. اه؟ مال عب السجاير اللي تحت البلكونة عندك في الأوضة دي تبقى بتاعت مين؟ دي تلاقيها بتاعت عم حسنين السواق. حسنين السواق؟ ايه ده؟ هو عم حسنين السواق بيحط روج برضو؟ بقولك يا زكي، لا ايه ده؟ ايه ده؟ روح، انا مش خارجه النهارده. اروح؟ اه طيب، انا كنت بعتلك رساله امبارح على المولودي. ارضيها؟ ايه مولودي ده؟ المولودي مش اللي انت بتتفرج عليها دي؟ مش دي المولودي برضو؟ امشي امشي. طيب حاضر. امشي. لو ما دفعتش ثمن القهوه اللي شربتها، لو ما غسلتش كل هدومي اللي وسختها، انت على عمر. صباح الخير. صباح النور. هو حضرتك اخته؟ لا، انا ساره صاحبه اخته. اه ما شفتكيش قبل كده. عمر غمض عينيك. فتح بقى. الله، حلو قوي ده، شبه كيتو بالظبط. شفت؟ معلش انا ما قلتلكش واحد جديد نوفي، فجبت لك واحد مستعمل، بس هو مش ماشي كتير يعني بياكل ويقعد على طول. يا مندا، مندا، اصل طلبت منها النسكافيه ما جبتوش لغايه دلوقتي. هتسميه ايه بقى يا عمر؟ هسميه زكي. حلو حلو، اسم لطيف يعني وجديد برضه. طيب انا هقوم بقى اجيب له حاجه ياكلها. ها، امسكوا جامد لحسن يطير منك. بعد اذنكم. لا بتهرج. هاي شيرين. هاي بابي، ازيك؟ كنت بتكلمي مين؟ لا ده رقم ما حدش بيرده. وبعدين حضرتك ايه اللي جابك بدري؟ ايه ريحه السجاير الوحشه دي؟ هاي زكي، ازيك؟ انا طالع فوق اغير هدومي ونازل تاني. يا ريت تقول لعم حسنين يجي يتغدى بسرعه. اخبار عم حسنين ايه؟ لما انتوا مش قد السجاير بتشربوها ليه؟ ها؟ تشربوها ليه؟ على فكره دي مش علبتي. امال خدتيها ليه لما هي مش علبتك؟ ماشي يا خيرت بيه. ايه ده انت فضيحه لما بتصدق؟ اعترفوا بقى اعتراف بالحق فضيله. وبعدين ايه الولاعه البيئه دي؟ ولعتي كانت اشيك على فكره بكتير. على العموم ميرسي. ماشي يا خيرت بيه. هنعمل ايه يا زكي؟ انت بتكلمني انا ولا بتكلم الكلب؟ بكلمك انت. انت اللي هتعمل. لا يا عم. لا يا عم، خليك كده، خليك كده جبان. انا مش فاهم انت خايف. خايف من ايه يعني؟ ها، خايف من ايه؟ هيحصل ايه؟ بص يا عمر، انا عايزك تبقى شجاع، تبقى راجل كده مال وهدومك. عايزك زي الاسد، اسد واقف وبمنتهى الصراحه تقول له بابا انا عندي كلب. كلب؟ كلب تاني في البيت يا عمر؟ احنا مش كنا اتفقنا في الموضوع ده وخلصنا منه؟ انما انا اللي غلطان، انا اللي سايبكم تعملوا اللي انتوا عاوزينه. انت ايه اللي خلاك تقول له بابي؟ بس بقى، بس عشان كنت هتودينا في داهيه. انا قلت لك بابي هيزعل، بابي هيزعل، وانت مش مصدقني. قعدت اقول له بابي هيزعل وهيتضايق وما بيحبش الكلاب، قعد يقول لي لازم اقنعه، لازم ابقى راجل، لازم ابقى اسد، كلام كده كله مليان حيوانات. بس مين اللي جاب الكلب ده؟ شيرين؟ ايوه شيرين اللي جابته. بس ده مش موضوعنا يا باشا. المصيبه دلوقتي ان في كلب في البيت. الكلب ده لازم يتصرف حالا. طمن حضرتك، انا هتصرف. هات الكلب ده. اتفضل اتفضل، اطلع على اوضتك. حلو كده؟ حضرتك متضايق ليه يعني؟ في حد يتضايق من كلب يا فندم؟ ده حتى القافله تعوي والنساء تسير عادي. وبعدين حد يتضايق؟ بص يا فندم، ده حاجه تضايق منها؟ ده حتى شبه الليفه المحروقه. هو انا ناقصك يا جدع انت؟ يا خرب بيه، ده ما بيكبرش لحسن تكون فاكر انه هياخد حيز ولا حاجه. وبعدين بص، ده بيمشي. بص 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 بيمشي ازاي؟ شيله من على السجاده. ما تخافش حضرتك، هو لا يمكن هيعملها دلوقتي، اصله لسه عاملها على السجاده اللي فوق. زكي يا عمر كان مرتبط قوي بالكلب اللي كان عنده، وتأثر نفسيا جدا لما مات. قصدك لما اتقتل؟ عموما انا هرجعه من مكان ما جبته. يعني هو انت اللي جبته؟ ايوه انا اللي جبته، بس هرجعه. يعني يا خيرت بيه، يا خيرت بيه، انا مش صعبان عليا حد غير عمر. ده زمانه قاعد يعيط في الاوضه دلوقتي. وبعدين فيها ايه لما يبقى عنده حته كلب صغير زي ده؟ مش احسن ما يشرب مخدرات؟
مخدرات؟ انت بتقول ايه يا جدع انت؟ ايوه الادمان ملوش سن، الادمان يدق الابواب في اي وقت. انا هرجعه يا عيني يا عمر يا زكي. ايوه هو مفيش لون تاني غير الاسود ده. في اسمر. اوكي انا موافق، بس على شرط الكلب يفضل في الجنينة، ما يدخلش من باب البيت. مفهوم؟ مفهوم مفهوم يا خير ربي. إلهي ربنا يكملك ببدلك، ربنا يقدرك وتخلص السيجار اللي في إيدك يا عمر. عمر بابا وافق على الكلب، بابا وافق على الكلب خلاص. لو مش كده وبس هيخليه يقعد معاك في الأوضة كمان. أنا اللي خليته وافق. انت بتعمل ايه هنا؟ انا بيت هنا من امبارح. انا قلت اجيبك من اول الخط عشان ما تعرفيش تزوغي تاني. اتفضلي اهو مكان اهو يا زكي. يلا بسرعه انزل احجز المكان ده قبل ما عربيه تيجي تاخده. طب يا بنتي ما تركني جوه يا بنتي، دلوقتي النادي هيبقى زحمه. يلا بالمكان يتاخد. طيب اوكي اوكي ثانيه واحده. على مهلك على مالك وانت ناجح. اكل انت واحد. والله حرام عليك، انت اللي بهدلهم طلعني. يا انيسه شيرين، يا انيسه شيرين، يا انيسه شيرين. رايح فين يا استاذ؟ حضرتك انا مع الانيسه اللي لسه داخله دلوقتي حالا قدامك. الانيسه شيرين؟ لا شيرين ولا 21 ولا 22. لا شيرين ولا ايه؟ ولا 21 ولا 22. عجبتك؟ دي حلوه جدا. ربنا يخليك، ده انا كل يوم بقولها لها كده وما بتضحكش، محدش بيضحك عليها خالص. ما تعالى كل يوم اقولها لك بتضحك كده. ربنا يكبر بخاطرك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. واسم الكريم ايه ان شاء الله؟ عابدين. ولا واحد وعابدين ولا اثنين وعابدين ولا جديده دي. اتفعلك ده انت دمك شربات. ربنا يخليك، ربنا يخليك. قول لي بقى اخ عابدين، انا هي دخلت كده اخش انا كده في شمال ولا؟ لا انت مش تخش شمال، انت تطلع يمين وتطلع دلوقتي حالا. يلا من هنا، يلا اطلع بره. والله انا هموت واشوف زكي بتاعكوا ده. امال لو ما جاش معاكوا ليه؟ مين قالك ان هو ما جاش؟ امال هو فين؟ زوغت منه عند باب النادي عشان يحرم يتحداني. والله حرام عليك. كل ده عشان نطيت من على السور؟ هو انا نطيت سور اسرائيل ولا ايه؟ انا مستسلم، والمصحف الشريف مستسلم اهو. تحيا مصر. ده زكي. زكي؟ زكي مين؟ ايه اللي انت عملته ده يا مجنون؟ ما انت دخلتي وسبتيني. تقومت نط من على السور؟ وانط من فوق السد العالي كمان. انت مسؤوليتي. طب يا جماعه يلا ننقله على العياده. لا لا انا اسفه يا زكي قوي. ألف لا بعد، لا بعد الشر عليك من الأسف. يا عم قوم بقى، أنت تعمل لنا فيها حمامة. مين الدبدوب ده؟ أبو منير. أيوة بالراحة. بس خلاص أنا كويس، أنا كويس، سيبوني. كويس؟ سيبوني. إيه يا زيكو مالك؟ إيه بتوجعك كده؟ بتوجع بتوجع. طب وكده؟ بتوجع برضو جامد. ده أنا واضح إن أنا نزفت كتير قوي. معلش. عارفه لولا ان انا دراعي عريض شويه وانا كمان رحت منشف ايدي كده الرصاصه جت ضربت طلعت كده كان زمانها جت في مخي. ما انا خدت بالي. طب بص هحط لك ميكروكروم. لا ميكروكروم لا انا ما بحبوش. ليه؟ طعمه وحش قوي. هو انت بتشربه؟ مش بتشرب الميكروكروم يا شيخ؟ خضتني عليك. خضت عليا، خضت عليا، خضت. تعالي تعالي
ايوه بس انت ما قلتليش برضو يعني انا البس ايه في المشوار بتاع بالليل ده؟ البس بدله؟ بدله ايه؟ احنا رايحين نسهر كاجوال يعني. كاجوال؟ طب انا يا دوب الحق اوصلك بقى واروح اجهز نفسي. تجهز نفسك في ايه؟ جهز نفسي لايه؟ انت فاهمه ان الكاجوال ده بالسهل كده مش لازم اترستا، ده انا هشرفك. اركبي. ايه اللي انت بتقوله؟ ايه ده؟ دكتور بصير هو اللي اخترع مازنجر؟ استنوا بس يا جدعان عشان نشوف القلش اللي الدكتور ضيع فيه 30 سنة من عمره. إذا استطاعت الكتلة إكس أن تنطلق بسرعة الضوء في فإن الوقت تي يثبت، وتستطيع أن تتحرك ما بين نقطتين A و B خارقاً كل الحواجز الزمنية. الدكتور ده شكله في طب. بقولك مش وقت هزار، صور وانت ساكت. احنا مطبقين مع بعض نعمل واحد زيه بالظبط. استنوا بس يا جماعة، عايزين نفهم البتاع ده بيشتغل ازاي وبيعمل ايه. يدار الجهاز الزمني بواسطة الدراع ألف اللي هو غالبا ده يا شهير اللي قدامك. انا مش فاهم يعني الدكتور بصير ازاي عايز يخش العالمية باختراعه جهاز البيانولا. استنى بس، تولد الطاقة الكهرومغناطيسية عن طريق القرص الأحمر الموجود في الجزء الأمامي من الجهاز اللي هو غالبا ده. طيب معلش بقى سمير، افتح اخر صفحه في الملزمه شوف الجهاز ده بيعمل ايه اصلا. لا احنا هنجرب القرص ده الاول، ما عملش حاجه نقرا بقيه الملزمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده سمير؟ اقفلها يا سمير. انا مش عارف. ايه ده؟ ايه ده؟ الجهاز راح فين؟ هو الاختراع ده بيغير الديكور ولا ايه؟ انا دماغي مش قادر. انا هروح اغسل وشي. مصيبة يا جماعة. ايه؟ دكتور بصير عرف ان احنا ضيعنا الجهاز؟ الشنطة ستور رجع موضة. ايه يا جدعان، ده الناس اتجننت ولا ايه؟ ما هو ده يا اما الهالوين يا اما دكتور بصير عامل عيد ميلاده في الجامعة. ودول ايه دول؟ لا دول بنتين اهم، ودي بنت برضه مش عارف. تعالى كده يا شهير. تعالى بص اقرا. وده مين ده اللي اسمه شوكب بقى اللي مطلع رحلة في الجامعة وانا معرفش؟ وعاملها بجنيه ونص كمان بيقطع عليا. جنيه ونص؟ انا طالعها وش يا معلم. طالعها وش ايه يا ابني؟ انت بتصدق ده اكيد نصاب. بص، جنيه ونص شامله الافطار الاقامه الانتقال الكافر. ده لو قصد يخسر مش هيعمل كده. هي حاجه غريبه فعلا، بس عارف ايه الاغرب؟ على ان يكون ميعاد الرحله الخميس القادم 4 في الشهر. الخميس الجاي مش 4 في الشهر اصلا. عندي ليكي مفاجأة تجنن. خلاص يا حبيبتي، حلم حياتنا هيتحقق خلاص. لقيت شقة في المعادي ب 150 جنيه خلو. بس دي يا حبيبي منطقة مقطوعة قوي يا شيخ. أنا حبيبي حبيبي يا عصفورة بيضة. عندك فيروز يا عم؟ في فيروز حبيتك بالصيف. فيروز نسم علينا الهوى. مفيش
مفيش فيروس اناناس؟ لا مفيش. طب في ايه عندك يتشرب؟ سبيتس. حسن شحاته هيفسحكم النهارده. الاهلي هو اللي هيكسب النهارده ان شاء الله وعلى رهان. حسن شحاته هيفسحهم ازاي؟ هو الاهلي هيلعب المنتخب؟ لا بقى كباتن ايدكم بقى على الحساب عشان اقفل ونروح الاستاد. اتفضل. ايه ده؟ جايبينها من بنك الحظ ولا رسمينها في حصه الرسمه؟ روح امك انت وهو. روح ام مين؟ يلا يا اوعى ايدك انت مجنون ولا ايه؟ قوم يا سمير. ايه انت مجنون؟ ما عادش فك اول ما عايز فك. هات بقى 20 يا شهير. اخلص خمسة ما اسمعش صوت حد فيكم. هات. مظبوطين دول؟ مظبوطين ان شاء الله. هوبا يا سمير اكيد تشتغل. يعني البلد كلها بتشتغلنا يا شهير. ايه ده؟ بص اليافطه اللي هناك دي. يا نهار اسود. اتفضل. احمد زكي ويونس شلبي في العيال كبرت. وريني ام الملزمه الزفت دي عشان شامم ريحه البيانولا في كل اللي بيحصل لنا ده. ليه يا سمير؟ قلت لك يا سمير يا حبيبي تقرا اخر صفحه. التطبيق العلمي للجهاز يمكن ان يسافر عبر كل الحواجز الزمنيه معتمدا على الشحنه الكهرومغناطيسيه الموجوده بداخل شحن جهاز. عارف ده معناه ايه؟ ولا شكلنا اتشلحنا. مش جايز نكون بنحلم؟ ثلاثه بنحلم سوا؟ قول له. أفضل أهرام جمهورية. تعال تعال اديني المصري اليوم. نعم. اديني أي حاجة أنت هتصاحبني. هو ده جورنال النهاردة؟ أيوة يا باشا. يعني التاريخ ده تاريخ النهاردة؟ أيوة يا عم. هتاخده ولا مش هتاخده؟ لا هو كده أوريدي كلنا أخدناه يا جماعة. أكيد أخدناه. طبعا طبعا. يوه الموبايل كمان ما فيهوش نتورك. يعني مش عارف اكلم حد يجي يطلعنا من هنا. بهير تعالى يا بهير. طلعنا منين يا حبيبي؟ احنا مش ممسوكين في اسم. فوق فوق. بس يا جدعان بس. فرجت والله العظيم فرجت عربيتي. العربيه دي حضرات مليانه انبهارات ومفاجآت. اول انبهار الفتيس ده فيه اربع سرعات. اول تاني تالت رابع مرشدين. بسم الله ما شاء الله رائعه ومبهره فعلا. ناخد الانبهار التاني. الخطين دول يا حضرات مش زينه. انت حضرتك بتبقى ماشي في الشارع بتلاقي فيه خط ابيض في النص عشان يحدد لك الطريق. في بعض الشوارع ما فيهاش خط ابيض. الخطين دول بيحددوا لك الطريق. انا انبهرت. انا بهير نفسي انبهرت. اولا انا بكلم اخواتي طبعا. العربيه دي يا جماعه اول مره ينزل فيها ولاعه جوه التابلو. بص حد هيسألني من حضراتكم بقى افرض انا ما بدخنش. انا فعلا كنت لسه هسألك نفس السؤال. وانا تلميذ انا بحس مسبول. نفترض في يوم من الايام واحد صاحبك فاسد ركب معاك العربيه وعايز يدخن، مش وارد؟ وارد طبعا. يدخن ولا ما يدخنش؟ يدخن يا معلم. خد الاخيره دي بقى. عندك العربيه يا ريس. احنا خلاص خدنا العربيه. ممكن بس نقعد جوه نجربها كده؟ براحتك براحتك. خد راحتك. اذنك. حطوا ولاعة مكانها والنبي الله. جبتوا؟ هار كده. عامل لكم مفاجأة بقى قلت مش هقول لكم عليها لما تركبوا. بص حضراتكم على المرايا اللي قدامكم دي. مالها؟ بصوا اتجاه المرايا هتلاقي اللي ورا انت شايفه. ايه ده ازاي ده؟ طب تسمح لي بس تقف انت ورا عشان اشوفك؟ اهو. مين ده؟ صاحب المعرض. ما كدبتش عليك؟ لا خليك زي ما انت بقى. اهو. انا هجرب. ها؟ براحتك. يا جماعه ما كانش ليها اي لازمه يعني نصرف بقيه ال 20 جنيه كلها على هدوم. 20 جنيه ايه يا ابني؟ ما قلت لك فرجت العربيه دي هنقضي بيها مشاورنا ويوم ما هنتزنقها هنفككها ونبيعها خرده. هو انتوا خلاص قررتوا ان احنا هنعيش في السبعينات؟ لازم نحط كل الاحتمالات لحد ما نقابل دكتور بصير ونشوف ساعتها بقى هيعرف يرجعنا تاني ولا لا. جزء اغبياء، انتوا الاثنين جزء اغبياء. عمالين تتكلموا في اي عبط وفي مصيبه انتوا مش واخدين بالكم منها. ايه؟ ايش ضمنكم الدكتور ده عايش ولا ميت؟ بهير يا حبيبي احنا رجعنا ورا مش طلعنا قدام. كل انت ترمس؟ سمير سيبك من موضوع دكتور بصير ده، احنا نطلع لابونا هو اللي هيحل لنا المشكله دي. ابوك اللي مش طايقك في الالفينات.
هيطيقك ويقبلك في السبعينات؟ انت مجنون يا شهير. استنوا استنوا استنوا، افتكرت حاجه مهمه جدا. ايه؟ التاريخ اللي شفناه في الجورنال ده هو نفس التاريخ اللي مامي كسبت فيه هوانم جاردن سيتي. طب ما كانت في المسلسل؟ لا، هوانم جاردن سيتي دي كانت مسابقه بتتعمل زمان في جاردن سيتي لبنات العائلات الكبيره، يعني اللي هي مامي منهم طبعا. المهم اللي حصل في المسابقه دي انا حافظه صم. مامي كانت مصدعاني بالحكايه دي، بتحكيها لي كل يوم 9 مرات. يلا يا سمير اطلع بينا على جاردن سيتي. لا يا معلم، جاردن سيتي دلوقتي بيقول لك في ماتش اهلي وزمالك النهارده، عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان كوبري اكتوبر هيبقى زحمه ترس، وانا مش هبهدل العربيه في الزحمه. يا حبيبي ولا في زحمه ولا في كوبري اكتوبر اصلا. بقول لكم ايه، انا ابويا وامي اتقابلوا برده يوم الماتش ده، كان ابويا يومها عنده استعراض في مطار الماظه. اطلع مطار الماظه يا سمير. لا لا، جاردن سيتي الاول. مطار الماظه الاول يا سمير. بس 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 خلاص بقى دلوقتي، تعالى يا سمير، ودينا يا سمير، وصلنا يا سمير. مش دي اللي كنتوا بتتريقوا عليها زمان؟ دلوقتي بقت البريمو. اسمعني يالا انت، وهو سمير بتاع زمان خلاص مات. سمير بتاع دلوقتي هو اللي معاه العربيه، يعني هو اللي معاه الفلوس، والعربيه دي مش هتتحرك من هنا من غير اذننا. بس يا عم مناويشي، ما تيجي ولا انت مناويشي؟ ما تيجي يا عم، ما تمسي، قول حاجه، كح حتى. وحشتني يا معلم. يا مساء الفل، مساء جمال. معلش يا معلم، بالنسبه للفلوس اللي عندي اصل معذور حبتين. ولا يهمك، تعال اشرب معايا طبق كشري. ولا طبق كشري ممتاز. ولا يهمك، احنا قريب قوي هنبقى اكتر من الاهل. واحنا لسه هنبقى؟ ده احنا اهلي فعلا يا معلم. هو ده العاشم برضه. بقول لك ايه، انا عاوز اخطب الانسه الدكتوره تفاحه. دكتوره تفاحه، الله يكرمك يا معلم. سعادة مؤاخذة، أنا شايف إن عيالك صغيرين أوي على تفاحة. أمينة بدع. الله، أنا عايز أخلص فيه أنا. يا عربي كشري، وأنت متجوز 4 يا معلم. معلوماتك بايتة. التلات اللي فات ماتت مراتي القديمة فوفا، وجوازي من الدكتورة تفاحة هيبقى كمالة على طول كده. طب مش ناخد رأي تفاحة الأول؟ يا عم مناويشي، أنا طالب منك إيد البيت عشان أنت كبير العيلة. الله يكرمك يا سيدي، بس الموضوع صعب صعب قوي، بس وعد مني انا هحاول فيه. انا نفسي اعرف ايه اخر الجرران الناعم ده، ما تجيب نار الحل احسن. يا بنت انا عمك وقلبي عليكي، وبصراحه ربنا بقى انا مش عاجبني رميتك في البيت كده، زيك زي اي اباجوره لمبتها محروقه. هي الست اخرتها ايه؟ لازم تتستر في بيت جوزها وتخلف عيال، امال ايه؟ طب دوقي نفسه في الكشري. هي يا سلام، انت ما نفسكيش تبقى ام يا بنت يا تفاحه؟ انا ما اقصدش اقلب عليك المواجع تفاح، بس عاوزك تاخدي بالك ان العمر بيعدي والتفاح بيعطل بسرعه. يا انت شفت حد بيتقدم لي يا عمي؟ كلهم طمعانين في الشقه، مفيش حد بيتقدم لي عشان دواخلي يا عمي. انا بقى جايب لك اخصائي، والراجل اللي جاي ده شاري شاري، ان شاء الله تكوني عامله حادثه. يا بنتي لازم تتجوزي جوازه مستريحه زي اخواتك. يعني عشان اتجوز جوازه مستريحه اروح اتغرب في الصومال زي نعمه، ولا اتجوز راجل حرامي زي عليا، ولا اتجوز راجل خيره زي ماجده؟ يا عمي انا عايزه فتى يعني احلامي يكون اسمر. ها؟ اسمر اسمراني. مين قساك عليا؟ لو ترضى. مساء الخير على احلى عم في جمهوريه مصر العالميه، ونسمع سلام باحترام بيقول مصر ايه يا عمي، خيرها جوه فمي. ايه ده، انتوا بتاكلوا كشري؟ ده انا جايب لكم نجريسكو بالهوت شوس. شطه تاني، ده انت اسمك ما بيفرقش لساني. يعني ايه؟ بالشطه. اسكت، مش البنت التفاحه جالها عريس نقطه؟ المعلم زهني شطه. المعلم زهني؟ اتاريه عمال يتملحس لي، وانا فاكره عايز يفتحني في موضوع الشقه. هو تملحس لك؟ تملحس لي كتير. اصله هراني ملحس. مش بعيد بقى يكون عايز يتجوزنا عشان ياخد الشقه. شقه قطه الشقه. بص يا معزه، بجيتك دي هتبوظ الجوازه، ايه رايك؟ انت بتنططي على ايه؟ انت فاكره نفسك مين اساسا؟ الحمد لله انا حاسه بانوثتي، محتاجه شهادتك. كفايه بصت الناس عليا في الشارع. بصات الناس يا واطي.
طب على الله اشوفك خارجه بلبس محزق ولا ملطخه وشك بمكياج ورحمه ابوك اللي هتفادك هنا في الشقه دي. انت ايه اللي جابك بس مكياج؟ خلاص هتتقلع. هتتقلع يا عم ورجلها فوق رقبتها. ورحمه ابوك اللي هتتجوزي زهري بتاع الكشك. ونسمع سلام العدس الليله ليله تحيده. العدس الليله تحيده يا رب تبارك وتبارك. العيد الليله تعيده يا رب تبارك وتبارك. بس هقول لكم تصبحوا على خير يا اولاد. انا طالع. ايه رايك في المكان الجامد ده؟ على فكره بيعملوا هنا ستيك جامد جدا. لا يا اخويا ماليش في الايس كريم. يا بت ده سمك مدخن. بلا مدخن بلا منفس. انا مش فاهم اخوك ده بيتنك عليه على ايه. ده هو رئيس شركه الغاز الطبيعي بذات نفسيته ما يعملش معايا كده. هو حاحا ما بيتقاكش من يومه مش عارفه ليه. بس انت ما تخليش حد يهز ثقتك في نفسك. انت عارف يا واد وانت بتلفح الانبوبه كده على كتفك وماشي في الحاره زي الاسد، بشوف نفسي كده وانت لافحني على كتفك في ليله الدخل وقلبي كده بيرفرف مستعاده. ده انا عايش عشان احقق الحلم ده. ده انا ساعات بشيل ثلاث انابيب مره واحده عشان احضر نفسي الليله دي. يعني انا بحمول الثلاث انابيب؟ بس الانابيب متعبيه غاز. اما انت انبوبه متعبيه قشطه، انبوبه متعبيه عسل، انبوبه متعبيه منبه يا منبه. وهتمسكني من جمالي ده. انا كده بقى لازمني منظم. بتعمل ايه؟ بلد على المتر. مشاريب انابيب انابيب انابيب. اصحي يا منطقة واسمع النداء. اصحي يا منطقة واسمع النداء. انا بيت يا فوزي وتولع يا فوزي من تكة واحدة. أبطي يا حلوة يا بطة ما تيجي نقعد عطة. يا بنت الإيه يا شطة استنى عالمحطة. واللي عايز أنبوبة يصحى من الغيبوبة. واللي واقف مستني معلش غصب عني أسماء في الأنابيب. أنابيب بيب بيب أنابيب بمبة. شوف الواد يخرب عقلك يا باشا. ايوه محمد. عيب يا ولد، ده خالي عفريت. ربنا يحميك. ربنا يحميك. مش تهدى شويه يا ادم اتكلم مع ابوك وامك؟ انت عمال ترغي من الصبح لما صدعتنا. انت ايه بلطجي؟ والله الواد مصطفى ده عنده حق. دي بنت دماغها ناشفه عايزه تنكسر كل شويه قعدات ومؤتمرات. عيب الكلام ده يا عليا يا اختي. احنا الاول نطمن لزهني ده ونتاكد ان مصلحه اختنا وياه. هو في حد بيتجوز في البلد دلوقتي يا ماجده؟ على الاقل زهني ده هيصونها ويسطرها بدل ما تاخد لها شاب فقير ياكلها فول وطعميه. النبي عليه يا اختي، دي البيوت مليانه مشاكل وهم وقرف. ما انا قدامك اهو جوزي مطلع عيني واخر غلب. بس ما نحل مشكلتك بقى. يعني نحل مشكلتك ونحل مشكلتها وتولع مشكلتي اللي انا جاي لكم عشانها. مش عيب تبقى قد الشحط ومش عارف تحل مشاكلك؟ مش دور. ما انا قلتلك سيبك من شغل الهلبقه بتاعك ده وتعالى اشتغل عندي سكر كير. سكر كير؟ مش اما تعرف تقولها الاول. ما اشتغلتش معاه ليه؟ امشي لعن ابوك. وبعدين هشتغل معاك ايه؟ مرمطون؟ يا اخي حرام عليك بقى. هتفضل تحب الفلوس لغايه امتى؟ ما كفايه بقى لعب البتاع الزرقاء اللي انت ماسكاها لي دي. انا هحسدكوا على ايه؟ ده انتوا اغلى جهاز عندكم الخلاط. ايه اللي جرالك؟ انت بعد ما اتجوزتي الاخ ده بقيتي خايفه ان كل واحد ياخد منك حته. انا مش قلت لك ما تعليش صدق. ما تهدى بقى عن حب تربيتك عادي. ولا مالك سيب الورق. مش تربي ابنك بقى. انا بتربي في حضنك. بس بس بس
ايه يا حاحة؟ مش كده، اهدى شوية. ما توحدوا الله يا جماعة، واحنا اتحسدنا ولا ايه؟ اسمعوا بقى، انا قلت لكم اللي عندي، عايزين تقفوا جنبي كان بها، مش عايزين انتوا احرار. اوعى من وشي. يا حاحة يا حاحة استنى بس، مش هتتغدى معانا؟ أهلاً 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 أهلاً. إيه ده؟ إيه النور ده؟ أهلاً 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 أهلاً. إزيك؟ ما شاء الله، بقيتي فين ما كنت وبقيتي على أه؟ يا لا لا أنت ليه ما أهو ولا إيه؟ أنت تعرفني؟ لا خالص ولا أنا أعرفك. يلا على أنا عايز أكلم الصومار كمان، يعني لا نعرف بعض وعاوزة أكلم الصومار. طب أعمل إيه أنا؟ الصومار إيه بس؟ في حد يكلم الصومار في عز الحر والدنيا ساقعة برد موت كده؟ حرام. بيتكلموا فين؟ أنت عارفة أنت اللي عاوزة تكلمي بن لادن في المغارة بتاعته، تورا بورا مورا كفنطورة دي؟ والله كلاسة صومال. ايه ده؟ انا عايز اكلم اختي في الصومال في مجداش وادي النمر. انسى. طب ما تقولي كده من الصبح. انا بصراحة انا قاعد هنا بقالي عمر ما حد طلب مني الصومال دي. هي الصومال دي لها مفتاح ولا ترباس؟ وحال الترباس ده يزرجن بقى ويبقى عايز ناس. هي اختك ايه اللي وداها الصومال؟ جالها عريس صومالي هيسطرها، نقول له لا ونسيبها تعنس؟ لا طبعا نسيبها تعنس. انا بصراحه لو جالي واحد صومالي والله كنت عنس. ما انت عارفه الصوماله والتعنيس بيبقوا. وبعدين؟ وبعدين؟ في ايه؟ اتفضلي حضرتك في كابينه سته. كنيبه؟ لوك لوك لوك. لو مش عاجباك ادخلي خمسه مفيش مشكله. يا حسين هو مفتاح الصومال كام؟ الو مين بيتكلم؟ ازيك يا تفاحه؟ انا نعمه حبيبتي. ايه حبيبتي ازيك؟ عامله ايه وازاي عيالك؟ الحمد لله يا حبيبتي، كلهم بيسلموا عليكي. بقوا كام دلوقتي؟ هيبقوا 9 يا اختي. حمي نفسك شويه يا نعمه. يا اختي قولي خليهم 10 11 12 ان شاء الله. عايزين يجوزوني بالعافيه يا نعمه. يجوزوكي مين يا تفاحه؟ معلم زوني بتاع الكشري. بتاع الجزم؟ ما هو كان على ايام الجزمجي، دلوقتي بقى بتاع كشري. انا عايزاك تكلمي حاحه، قولي له ان انا مش هتجوز الراجل ده. حاضر يا حبيبتي هكلمهولك. ايه صوت البومب ده يا نعم؟ ليه يا ستي؟ ده فين طلعت البلد؟ ده غير بتاع الشهر اللي فات. حسين جوزي بقى ربنا معايا، ده اكيد في المعتقل. حاضر هكلمك. يا نعمة نعمة، ايه ده؟ ايه الانفجارات دي؟ ايه اللي حصل؟ النبي يا حاجة، ما تعرفيش واحد ساكن هنا اسمه بصير؟ اه يا حبيبي، عند الضرب اللي هناك ده. فين عند الضرب يا حاجة؟ جوه الضرب، ما هو اللي بيتضرب. هو اللي بيتضرب هناك ده؟ ده انا وانا في سنكم يا حيلتها انت وهو، كنت بلاقي من بابا من المغرب. أربعة على واحد مش رجولة يا كباتن. حاسب، ما كانش اللازمة اللي انت عملته، كان كلها ربع ساعة كان عايزاهم يمشوا. انت كل يوم متعود تضرب في الشارع كده؟ كل يوم ما عدا الجمعه. الجمعه بقى انت عارف انه اجازه، ما بنزلش من البيت خالص، بيطلعوا هم يضربوني هنا. ايه ده؟ وايه اللي في صدرك ده؟ دي رصاصه. انت كنت في الحرب بقى؟ لا في الشارع برضه. الاسبوع اللي فات ماشي نفس العيال راحوا ضاربين عليا نار، الشاذ هي اللي عورتني، لكن الحمد لله ربنا ستر. You are the one for me for me فمي فورميدابل. من فضلك بهير هانم بهير، هي قاعده هناك على ترابيزه امير هانم امير. ميرسي كتير. سيلفوبي يا اخينا، المكان ده محجوز. مش هتيجي افندم. هي مين دي اللي مش هتيجي؟ مشيرة أختك مش هتيجي، لأنها أصلا مش جاية عشان تحضر الحفلة، دي جاية عشان تقابل مشير جاركو اللي ساكن قصادكم.
انت بتقول ايه يا اخينا انت؟ وبعدين انت تعرف مشيره هانم اختي منين؟ انا اعرف حاجات كتير محدش يعرفها. اعرف ان اسمك بهيره بهير، اعرف انك ما بتحبيش تلبسي صنادل عشان متعقده ان صباع رجلك التاني اطول من الاولاني، اعرف انك لحد دلوقتي ما بتعرفيش تنامي غير والنور مولع، اعرف انك عشان تخرجي النهارده كدبتي على بهير بيه والدك وقلتي له انك رايحه تزوري صاحبتك العيانه اميره امير. لا بقى انا هتصل بالمورستاني جامدك من هنا بقى مستقبل يا ابني اللي انت جاي لي منه. والله العظيم زي ما بقول لك بالظبط. طب بص لي كويس، دي باروكه، الهدوم دي انا لسه شاريها قبل ما اجي لك دلوقتي حالا. بقول لك يا ابني انت ان ما مشيتش من هنا انا هطلب بوليس النجده. استنى طيب بص الصوره دي. الصوره دي انا مصورها لك الاسبوع اللي فات في المحاضره. لا مش انا. هات بلاش دي. امسك الملزمه دي افتح. خطك ده ولا مش خطك؟ خطك ده ولا مش خطك؟ عارفني؟ عارفني؟ قلب الأب يا ابويا حرمتني منك سنين. ازيكم يا بنات؟ وحشتنا قوي يا منير. عايزين تروحوا فين بقى؟ جزيرة الشاي يا منير. طب يلا بينا. هو أبوك صحيح ندل وبيعنا؟ فعلا أبوك ده كان زي القمر، كانوا كل البنات لما يشوفوه كانوا بيتهبلوا عليه. ده كان واخد جايزة ملك جمال شاطئ ميامي سنة 69. مش ممكن، منير الخطير ملك جمال شاطئ ميامي سنة 69. ايه ده انت عرفتني؟ انت كنت موجود في الحفلة ولا ايه؟ طبعا، ده انا رشحتك انا و 120 بنت من اصحابي. 120 بنت؟ لا ده انت تيجي معانا بقى. اركب اركب يلا. اركب فين؟ اركب في اي حتة تعال. انا فعلا كنت بفكر في مشروع كده بس الامكانيات ما ساعدتنيش، واللي انت بتقوله ده شبه مستحيل. والله العظيم انت كملت ونجح، والدليل ان انا واقف قدامك اهو. فين الجهاز اللي مرسوم في الملزمه؟ الجهاز اللي خلق الفجوه الزمنيه اللي انتوا جيتوا منها. لا ده اختفى اول ما نزلنا السبعينات. طب اقول لك حاجه، ممكن تروح تجيبه وتجيبه لي وانا ارجعكوا عادي. وانت فكرك يعني ان انا لو رجعت هجيب الجهاز وارجع لك انت تاني ليه؟ والله كلامك صح يا سمير افندي، بس ايه العمل دلوقتي؟ اصل انا شايفه ده في امكانيات متطوره، بامكانياتي المحدوده انا مش عارف اوفقها ولا لا، بس انا هجرب يا سمير افندي هجرب. انت تسيب لي عنوانك وانا هبعت لك تليغراف. لا انا هاجي لك اسال. بقول لك يا بصير، ما تعرفش بيصوروا الجزء التاني بتاع عنتره فين؟ بس انت شكلك خلبوص، ما نزلتش عينك من على سوسو طول القعده. عيب عليك. عيب عليا ليه؟ عرفتك؟ لا قربت ليه يا معلم؟ لا عيب عليك، دي بنقولها عادي كده. بص مش هتفهمني. قشطه قشطه قشطه. انت جعان يا عم ولا ايه؟ نفسك في القشطه؟ لا بقول لك ايه، فكك مني خالص وما تسالنيش عن ايه. فكك، هي طريقه كلامي كده. ولعلمك الطريقه دي بتجيب قوي مع الحريم. بتجيب مع الحريم؟ بتجيب ايه مع الحريم؟ بتجيب مع الحريم يا منير، يعني بتخليني اتعرف اسرع على الحريم، بتخليني اصيع مع الحريم. لا بس عمرك ما هتبقى اصيع من منير الخطير، انسى. لا اصيع. تعرف انت ايه يا منير عن البنت؟ اعرف ايه عن البنت؟ مش فاهمك انت يا ابني البنت دي كائن ملائكي، مرهف الاحساس، فياض المشاعر. فياض المشاعر ده اخرك في الصياعه. طب اسمعني، البنت يا منير زي طبع البوست، تتف عليها تلزق. صح يا ابني الايه؟ صح، برافو برافو. طب اسمع دي كمان، سيب البنت تحبك، حب البنت تسيبك. برافو برافو، انت مدهش يا خبر ابيض. لا لا لا، انت من النهارده صديق. ربنا يخليك. مدهش مدهش. اهدى اهدى بس يا منير، رايح على فين؟ لا لا سيبني نفسك، هاخدك معايا مشوار كده في السريع وما تقلقش خالص. الله اهدى. فيلم عنتره بن شداد ملك الترس وفريد شوقي، ده اخرك في الاكشن؟ احمد ربنا ان الاستاذ لسه ما اتولدش. يلا يا جماعه يلا يا جماعه، الملك جاهز هنصور. يلا كل واحد في مكانه. اتفضل يا سعيد، اتفضل شوف شغلك. بقول لك يا صاحبي، ما تعرفش واحده بتصور معاكوا هنا اسمها سميره سمير؟ ايه اللي اعرفها؟ في حد ما يعرفش سميره سمير؟ هي وعدم لا مؤاخذه تخصك في حاجه؟ اشمعنى؟ اصل من ساعه ما بدانا تصوير وهي
تقوم من على حجر المنتج تقعد على حجر المخرج، تقوم من على حجر المخرج تقعد على حجر المؤلف، تقوم من على حجر المؤلف تقعد ولا استغفر الله يا اخي ما توقعنيش في الغلط، ما بحبش اخد ثغرات حد، الله يسترها على ولاياه. متاخره متاخره دعوتك يا عم الارد. انا عمري ما رضيت امشي مع مخرج ولا اصاحب منتج ولا ارافق ممثل ولا اعبر حتى ريجيسير، انا اللي كنت بقول لا. الله يرحمك يا امه، انا امي ماتت قبل ما تولدني. اتفضل روح البس يا استاذ. يا سعيد خد الاستاذ لبسه وادهنه اسود وارميه بالعبيد. عبيد ايه يا عم، البس ايه؟ يلا يا جماعه خلصوني عايز اشتغل. انت هتفضلي بصالي كده؟ مش هتفرجي على بقية المسابقة؟ لا انا مبسوطة وانا بصالة كده، بعدين نتيجة المسابقة معروفة، اكيد نظيرة نظير هتفوز زي كل سنة. مش صحيح، نظيرة نظير مش هتفوز السنة دي. ازاي؟ لان كعب جزمتها هيتكسر دلوقتي حالا وهتقع وتتعور ومش هترضى تكمل المسابقة. انت ايه؟ انس ولا جن؟ بشر ولا ملاك؟ شكلك غريب وكلامك غريب، كل حاجة فيه غريبة. عرفت ازاي ان هيحصل لها كده؟ قلت لك انا اعرف حاجات كتير محدش يعرفها. طيب قولي مين اللي هتفوز بالمسابقة؟ بهيرة. بهيرة؟ انا مش معقول، انا اصلا ما دخلتش المسابقة. هتدخلي، رئيس المسابقة هيطلع دلوقتي وهيعلن ان نظيره نظير مش هتقدر تكمل المسابقه. نظيره هانم نظير مش هتقدر تكمل المسابقه، واللي يحب يشترك بدلها ممكن يتقدم. ولو في حد عايز يشترك بدلها في المسابقه ممكن يتقدم، بشرط انها تجاوب على الثلاث اسئله اللي هتتسالها. بشرط انها تجاوب على الاسئله الثلاثه اللي هنسالها. اللي تحب تتقدم ترفع ايديها. اللي تحب تتقدم ترفع ايدها. ارفع ايديك، ارفع ايديك. بهير هانم بهير اتفضلي. يا معلم مستودع الحريم ده. المسابقة دي بقى هي اللي بتفوز بيها البنت الكاملة من كل حاجة، في الثقافة، اللياقة، الأناقة، اللباقة، الشياكة. بس مش ايجيبت يعني، بس هبدأ شوية حريم يهبلوا. ايه حريم؟ حريم مش قديمة شوية الكلمة دي يا شهير ولا ايه؟ استني. نعم. هيسألك لو كسبتي 20,000 جنيه هتعملي بيهم ايه؟ أقول له ايه؟ قولي له هتتبرعي بيهم لأي حاجة خير. حاجة خير زي ايه؟ 57357. قولي له أيتام. داكوغ. تاني سؤال هيسألك مين الشخصية التاريخية اللي نفسك تقابليها؟ اقول له مين؟ قولي له سندباد. داكوغ. والسؤال الثالث؟ السؤال الثالث كنت قلتي لي ايه السؤال الثالث؟ السؤال الثالث يا مامي واحنا بنتعشى. ايوه هيسالك ايه هي عاصمة تركيا؟ انقرة. انقرة. يلا اطلعي وادعي لي. شفت بقى؟ طيب انا يعني هروح الحمام كده 5 دقايق عن اذنك وجاي لك تاني. بيس بيس. ايه؟ بمعنى غور. يوه ادي وقع. ما قلت لك فريد شوقي خلاص عجز، لا بقى يعرف ينط ولا يركب خيول. مش كنت شفت لنا واد كده يعرف يركب الخيل وينط عليها حلوه؟ انا فركش يا باشا. هي فلوسك حرام. خلاص انا هتصرف. شوف لنا اي واد دوبلير يعمل مشهد بتاع الحصان ده. اهوت مش كنت جبت لنا الواد اللي طالع جديد اللي اسمه عزه العلالي، واد امور كده ومحفلط وبيعجب البنات. شايف الواد دوت؟ يعني مش بطال، بس هو عامل ورور كده، عامل زي فرد الحمام اللي مش متضغط ليه يا باشا؟ اذا كان على ده يعني احلها لك. احلها لي؟ كل حاجه عندك جاهزه، هي هتنفخه. عسل عسل يا باشا عسل. يا ابن الجنيه شوف الواد نط نطه خدهم كلهم على الارض ازاي. شايف الواد ده؟ اكتشاف. طب تصدق انا همضيه وفي خلال سنة هخليه بالمنتو بتاع الشرق كله. خلاص نمشي فريد والولد الهايل ده يكمل. عبقري يا باشا عبقري. عبقري. تصدق انت فقعتها لي. المرارة. لا حلوة 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 حقيقي.
هاي نو انا كنت متاكد انه نو على فكره. يلا يا زباله انت عندي البحر اصلا ما يرضاش يبص لك. بقول لك ايه، ما تيجي نتمشى كده شويه؟ اوكي يلا. ايه على فين؟ اروح نتمشى شويه، عندك مانع؟ لا ابدا خالص. يلا بينا يلا بينا يلا اتمشى. يلا ساره يلا عم يلا اتفضل اتفضل. هو عمر وزيك اتاخروا ليه؟ يا بنتي ما تقلقيش زمانهم جايين. تعالوا نقعد تعالوا نقعد. احنا باين علينا تهنا ولا ايه يا عمر؟ وقف. مين دول؟ دول بلطجيه. بص يا عمر انا عايزك تعمل زي ما انا هعمل بالظبط. ها ارفع ايدك. قلت لك زي ما هعمل بالظبط تعمل. الناس دي عشان يعيشوا اخر روقان، صحرا وجبل ورقص وحاجه زي الفل. مفيش حاجه تانية لفتت نظرك؟ ايه حاجه تانية زي ايه؟ لا خلاص مفيش حاجه. طب بقول لك ايه، انا هقوم عشان اجيب اكل. هتجيب لك اكل معايا؟ لا مش عايزه. طيب اعملنا انت شاي قبل ما اجي. ها اهو مش حرمك من حاجه، اهو موتوسيكلات تلاقي، جمال تلاقي، حراميه تلاقي. اوبس مفيش بعد كده، اهو هنتكفي على وشنا ولا ايه؟ يا سلام. يلا صل انزل يا عمر. الف شكر. انت رحت فين يا ريس؟ الف شكر يا ريس. ربنا يخليك، مش عارف من غيرك كنا هنوصل ازاي. تكرم عليك، اكل الجامد ده احسن شكل للمفترس. السلام عليكم. ايه ده اللي انتوا عاملينه في نفسكم ده؟ عمر عمر صمم بقى، والتصميم اراد ان احنا نرجع نغير نلبس كده يعني عشان نبقى لاقيين على الجبال، ولا ايه يا شيخ العرب؟ انتوا اتاخرتوا كده ليه؟ قلقتوني عليكم ليه؟ ده المنطقه هنا امان جدا، ما فيهاش سلاسل هجوميه. شوفك لابسه فستان. وعلى فكره اللون الاسود عليكي حلو قوي. ميرسي يا زكي. اصل انا بموت في الغوامق. ايه ده انت اول مره تشربي شاي؟ ايه انت؟ ايه قله الادب دي؟ ايه البوخه دي؟ ده الشاي بتاعي. ده الشاي بتاعنا. ايه ده الشاي بتاعك؟ بتعملي الشاي ده؟ ده حازم. شفت؟ اهو. طب انت معاك شاي واكل، هيبقى معاك الاثنين. لا طب هات الاكل. خد اهو ده ستر، انا باكل ورك. هات امسك. اقعد على الارض بقى. يا هلا، شلونك؟ شخبارك؟ شحوالك؟ شلونك؟ شو مسوي؟ جبالك تراوك؟ ما بتردش عليا ليه؟ ايه الخروف ده؟ خروف ده صح؟ ما بتردش برضه. ده ايه بتشبوه ده ولا بتعذبوه؟ ايه مفيش كلام في الصحراء ولا ايه؟ ماشي ما تشوي بقى اديني حاجه. على فكره شيء لازم ارجع مصر النهارده ضروري. ليه حصل ايه؟ لا ما حصلش حاجه يعني تتخض، بس المفاتيح الخزنه معايا وبابا عايز منها حاجات مهمه يعني. طب ما تبعتها بالسوبر جيت. بقول لك مفاتيح خزنه ابعتها بالسوبر جيت ازاي يا شيرين يعني؟ ما خلاص يا حازم، روح بقى اعمل لك ايه يعني؟ هو انت كل حاجه تزعلي بقى؟ خلاص انا هروح اجيب بسرعه مش هتاخر. خلاص طيب انت تسيب وجهي. ها ايه مالك؟ هو حازم ما خدش باله من الفستان ولا ايه؟ لا ده عجبه قوي الفستان، وحتى قال لي انا اول مره شفت لابسه فستان وعجبه اللون الاسود عليا. Back.
ولا قلت انساني انا رايح فين انا راجع تاني انا مش هنساك ولا قلت انساني حبيبي يا عمر انا كل جراح لو كنت حبيبك شيرين ايه ده انت لسه صاحيه انا افتكرتك نمتي راحة فين؟ مفيش مخنوقة قلت اتمشى شويه وانا كمان حاسس ان انا متضايق قوي ف طيب ممكن اجي اتمشى معاك شويه ايه اجراءات امنيه برضو لا لا عادي انا برضو حاسس ان انا مخنوق واضح ان الاوضه اصلها مدهونه جديد فريحه الحيطان زيت جامد قوي اتفضلي طب ثانيه واحده بس اجيب الجاكيت لحسن الجو ممكن يحرر فجاه ثانيه واحده أنا جاهز تحبي تتمشي يمين ولا شمال؟ أوكي يمين أوكي تفضلي تفضلي شكلك بردان تاخدي الجاكيت؟ لا بالعكس ده الجو حلو قوي ماشي أوكي ها كنت بتسمع إيه بقى؟ عربي ولا فرنجي؟ عربي ولا فرنجي إيه؟ كنت بتسمع إيه؟ أنت كنت عامل دوشة في الأوضة من شوية دي أغنية لعمر ودياب عمر ودياب؟ وبتحب تسمع إيه كمان؟ بحب اسمع محرم وفؤاد برضو والله؟ طب ما تسمعني حاجة اسمعك حاجة؟ لا ما ينفعش لا عشان خاطري لا مش هي اسمعك حاجة ازاي؟ كده انت عايز تزعلني؟ لا مش زعلك بس ما ينفع انا صوتي مش حلو اصلا لا 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 يبقى انت مكسوف لا مش مكسوف بس يعني ازاي؟ عشان خاطري ولا لا يلا بقى يلا 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 مش هينفع انا متضايقة عشان خاطري طب ده ليها اغنية كده كنت بسمعها صغير اللي هي ها اللي بتاع اللي بتقول لو 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 دي اللي هي مش هينفع اصلا يلا بقى اللي هي بتاعت لو 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 كان الامر امري لو كان في شيء في يدي كنت اقدر اشتري لك جزيره انت بتعمل كده ليه؟ مش قلت لك انا مش صوتي مش حلو بس برضو انا بحب في اغنيه برضو كنت بحبها قوي اللي هي بتاعت سمير وصبري والله اللي هي بتاعت سكر حلوه الدنيا سكر سكر حلوه الدنيا اقول لك على حاجه حلوه قوي كنت بعملها وانا صغير لا بس والنبي ما يكونش زي الكليب اللي عملته من شويه لا لا هو مش عجبك بصي كده في السماء فوق قوي ها واسمعي صوت البحر في نفس ذات الوقت في نفس ذات الوقت بالظبط حاسه بحاجه لا وانا دي مشكلتي من وانا صغير عمري ما حسيت بحاجه قلت اقول لك جايز انت حسيت بحاجه ايه ده انا عايز اقول لك حاجه كده بس متردد لا لا قول انت عارفه ان انت ليكي 4 ضحكات ازاي يعني ليكي ضحكه كده اول ما بتصحي من النوم وليكي ضحكه تانية بس من غير ما تزعلي مني لا لا مش هزعل لما بتكذبي انا بكذب كلنا بنكذب زي يوم ما كذبتي عليا وقلتي لي اطلع هات الموبايل من الاوضه ضحكتي ضحكه كده طب وايه كمان في بقى الضحكه الثالثه اللي هي بتبقى ضحكه صفرة شويه صفرة هي مش صفرة قوي يعني هي على برتقاني شويه لا يعني انا اقصد يعني عارفه ضحكه بتبقى فيها سماويه جايز شويه كده كده بعك انا صح بعك لا يعني مش سماويه يعني تحسي فيها غل كده او فيها حقد طبقي بقول لك انسي الضحكه دي بلاش صح انت كده قلت تالت ضحكه الرابعه بقى ايه الرابعه بقى يا ستي اللي هي طب بقى ما تقلدهالي اللي هي عارفه لما تحكي عليكي بتقفل قوي دي اللي بتبقى عامله كده انا بعمل كده ايوه بتعملي كده وعلى فكره هي دي الضحكه الرابعه لما بعمل حاجه كده بتعجبك وبتضحكي عليها طب كده في ضحكه ناقصه لا ما خدناهاش بقى دي الصراحه اكذب عليكي لو قلت لك ان انا عارف طب احنا مش هنطلع بقى من الحفره دي ليه ما احنا قاعدين اهو وبعدين دي حفره مش عميقه ولا حاجه خلينا قاعدين خلينا قاعدين جت حد يجي يردم علينا ولا حاجه بردانه ولا حاجه تاخدي الجاكيت يا ابني قلت لك 100 مره الجو حلو اصلا حررني قوي ممكن اسالك سؤال
مش مرتبط انا. مرتبط ايه؟ يعني السؤال لو مرتبط بالاجابه ممكن يتجوزه. انا بتكلم بجد. انا طايش شخصي بالنسبه لايه؟ مش فاهم. بالنسبه لخوف بابا عليا، بالنسبه لتصرفاتي. انت شايفه ان خوف باباكي عليكي ده اصلا تصرف غلط؟ لا طبعا. خلاص يبقى لازم يخاف عليكي. انما بالنسبه لتصرفاتك بقى، بتهيألي يعني لو تصرفاتك مش طايشه اكيد باباكي مش هيخاف عليكي. صح؟ صح. اظن بقى تاخدي الشكل. يا انا اتكلمت كتير قوي. ده انا اللي حاسس ان انا اللي صدعتك. بالعكس انا استريحت قوي. خد. لا لا سيبيه سيبيه. بتعملي ايه؟ بس خليه بس هتاخدي برد. ميرسي قوي على فكره، انت طيب قوي. شكرا. تصبح على خير. وانت من اهله. كنت براجع أغنية سكر. يا رب يا رب سامحني يا رب يا رب. أنا ما كنتش أعرف إن أبويا. يا رب والنبي سامحني يا رب. وبعدين يا رب يعني حتى لو عارف إن أبويا معايير إيه الأدب لازم يتضرب؟ ما هو ماشي عاجز في نسوان الناس ودي أمي. يا رب خش يا مرتضى خش. أنا عملت إيه بس؟ طب أنا عايز أخش الحمام دلوقتي بقى. أخش فيه إزاي ده؟ خش يا مفتاح خش. تعتدي على إيه بعدين يا إكرام؟ أنا هعتدي عليه ليه بس؟ ده واحد مني سبع أعدادي. شهير؟ بهير؟ بهير؟ شهير انت بتعمل ايه هنا؟ انا يا ابني اتربيت تربيه فاتك نص عمرك. مامي بقت خاتم في صباعي. انت مش فاهم شهير مامي وهي صغيره جامده. بس انا مامي وهي صغيره قفلتني من مامي وهي كبيره اصلا. بقول لك ايه، تعرف حاجه عن واد سمير؟ انا هنا اهو. ايه الصوت ده؟ انا هنا اهو. انت مين يا عم انت؟ انا سمير اخوك يا ابني. سمير انت اشتغلت سفرجي ولا ايه؟ انا مديت ايدي على ابويا يا شهير. تعال يا حبيبي تعال. يا عم انت انا ماليش دعوه بالكلام ده. انتوا تخرجوني من هنا دلوقتي حالا. انا عندي فكره جامده قوي. اكيد مش هنحضن تاني يا ابني. تعال عشان ما حدش يسمعنا. صايع هبل. صايع هبل ازاي؟ ودي اتعملت في مليون فيلم عربي قديم قبل كده. يا ابني اي حاجه قديمه بالنسبه لك بالنسبه لهم جديده. لانك افتح يا حصول، انا عندي مغص مدهش مدهش جدا. مدهش خالص. مش يا ممكن ما تهوه يا تنزوخة. طب وبعدين ده لو ابوكم متجوزش امهاتكم يبقى ملوش لازمة الجهاز اللي بتعمل ده. ما كل واحد فيكم طلع لابوه زي الخازوق وبوظ عليه الموضوع، وكل واحد فيكم برضو لازق جنب امه كأنها خطيبته. انتوا متخيلين الموضوع لو كمل على كده هيبقى عامل ازاي؟ ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روح الدم. يا حنينة وكل كتيبة، يا رب خليك يا أمي. يا رب خليك يا أمي. استغفر الله العظيم يا رب. لازم تروحوا الحفله وتخلوه يتعرف عليهم. دي ما فيهاش هزار. دي يعني ايه يا دكتور؟ هنعرفه عليهم بالعافيه؟ ايوه طبعا، لان كل حاجه لازم تمشي زي ما حصلت في الماضي بالظبط، لان كل فعل هتعملوه هينعكس عليكم في المستقبل. يعني مثلا يا سمير، عربيتك اللي اتكسرت مش هتلاقيها في الالفينات. خلاص بح. شهير ها انتوا عمالين تتكلموا في مواضيع تافهه وفي مصيبه انتوا مش واخدين بالكم منها. خير يا مال؟ تسليم المشروع بكره. دكتور ايوه. ايه ده؟ مش عايزك تسيح، دي حاجه بيني وبينك. بقول لك ايه، انت كنت لسه بتقول دلوقتي ان اي حاجه هتحصل لنا هتنعكس علينا في المستقبل. ده صحيح. طيب نفترض مثلا يعني جدلا ان ابونا اتجوز واحده بس من الثلاث امهات، ايه اللي هيحصل ساعتها؟ يبقى الاثنين التانيين مش هيتولدوا. مش هيتولدوا خالص. ايوه عشان دول اخواتي ولازم اخاف عليهم. وانت فاهم يا ابني انا بقالي ساعه بشرح خلقتني. ايوه قلت لك متاكد. اكيد. يا لهوي. ايوه مش هيتولدوا، مش هيتنيلوا. Shame on one zone.
جاي ابوك جاي. طب امسك السبب. ما هو انا كمان. شهير صديقي الصدوق منور الحفله. منير عرفك باصحابي بهير وسمير. اهلا وسهلا. ايه ده انا شفتك قبل كده، انت مش كنت في سور عطاره؟ الثاني كان اسود. صح انت اسود. صح شهير عايزك تنبسطوا قوي. ها عايزك بقول لك ايه، سميره وشهيره وبهيره جم الحفله وانا رايح عايز اظبط او اعلق كل واحده فيهم يعني. فانا محضر لاول واحده بهيره فخفخينه دي هقولها لها تمام التمام. سميره بقى محضر لها قشطه دي هتمشي معاها. الثالثه بقى لا شهيره سيبها لي. اسيبها لك ليه يا ابني؟ انا عايز ايه لا سيبها لي انا اظبطها لك. اوكي منورين يا جماعه الحفله حفلتكم كاساتكم مزيكتكم. ها امك دي امك 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 تمام. لا مش تمام، انا امي بتعمل عليه حفله هناك يا جدعان، انا هروح سعيده يا جماعه. سعيده مبارك. الله الله، ده احنا بقينا عال قوي. شهيره اللي حكيت لك عنها يا بهير. بهير صاحبي. ازيك يا بهير؟ ازي حضرتك يا طنط؟ طنط ايه يا غبي، انطر دلوقتي انطر. سمير بهيرة اخيرا بقينا لوحدينا. لو قربت مني حرمي نفسي. حرمي نفسي معاك. ترمي نفسك فين؟ انا كده مش هتولد. انت عايزه مني ايه بالظبط بهير؟ انا عايزاك تتجوزني دلوقتي حالا. لا مش هينفع بهيرة اللي انت بتقوليه ده. ليه ما ينفعش؟ انا هكون اسعد انسان على وجه الارض لو اتجوزت ملاك زي ايوه صح بهيرة. انا مش هينفع اتجوزك لاني لانك ايه؟ لاني مش بني ادم يا بهيرة. مش بني ادم؟ ايوه انا ملاك. ملاك؟ ملاك؟ ملاك صح؟ انا اول ما شفتك قلت كده، قلت مش معقول ابدا ان المخلوق ده يبقى بني ادم زينا. وعشان كده انا في عذاب من ساعه ما عرفتك، لاني كنت اتمنى ان انا وانت استغفر الله العظيم يا رب نتجوز ونعيش في تبات ونبات ونجيب صبيان ونجيب بنات اسمي هو اللي هياخدوه مني وبس. كفايه يا بهير كفايه. لكن دلوقتي أنا لا أملك غير إني أتمنى لك السعادة الأبدية مع الإنسان الوحيد في الوجود اللي يقدر يسعدك. ومين بيكون الإنسان ده؟ الإنسان ده هو منير الخطير. مش ناوي بقى تديني رقم تليفونك قبل ما دوخ؟ 3-4-5-11. رقم تليفونك مش رقم عربيتك. هو ده رقم تليفوني. 5 أرقام بس؟ اللي واخد عقلك ليك سكة معاه؟ تعال. ايه بقى يا ست الكل؟ بصراحة الواد حلو ومتريش، ولو شاور بس بصباع رجله نص بنات مصر هتجري وراه، ما بصلوش ليه انا بقى. يا ستي انا مش معترض، انا معترض على الطريقة. ما تجيش بالبجاحة دي يا سمير. بجاحة؟
انت مش فاهم حاجه. الفقر بعيد عنك بيخليك محوج للي يسوى واللي ما يسواش. يعني عندك مثلا النهارده لما عرفت انهم هيمشوا فريد شوقي من الفيلم ويجيبوك، ما سلمتش على فريد وهو ماشي، ولزقت لك انت رغم اني كنت لسه سهرانه معاه اول امبارح. انا لولا صله الرحم كنت دفنتك هنا يا سميرة. ما تقفلهاش قوي كده. ايه ده كمان؟ يخرب بيت امي. يعني شويه تنازل عشان الواحده توصل، سهره مع مخرج، كاس مع ممثل، سفريه مع منتج. كفايه، مش عايز اسمع. عايش ازاي انا بعد اللي بسمعه ده يا سميره؟ وتسمعه ليه؟ طبعا ما انت عديت بعد الفيلم اللي هتعمله ده وهتبقى نجمه قد الدنيا يا ستي. وان شاء الله انت كمان تبقي نجمه قد الدنيا ونعمل حاجه مع بعض. نعمل حاجه مع بعض؟ ايا العوبين عندي ولا بيتك فاضي؟ انت ايه؟ مفيش في دماغك غير الحاجات دي؟ اسمعيني يا سميره، انا هوعدك ان منير يبقى من نصيبك، قصاد انك توعديني تخف اللعب شويه. موسم العرب داخل وما يرضكيش ابنك يطلع بيتكلم خليجي. ده بعد ما انت نزلت على طول العندليب بعد جبليغ حمدي والموجي وقفل على نفسه. ما هو عجبته كذا قصيده على فكره بدل اللي كنت مديهم له، بس هو عمل النمره دي عشان اختلفنا على الاجر. طبعا لازم تعجبه، ده انت موهوب جدا وانا معجبه جدا باشعارك. وهتندهش يا شهيره لما تعرفي مين اللي كتب القصيده دي. مين؟ منير. انا؟ ايوه منير اللي كاتبها، انا مساعده في شويه حاجات بسيطه جدا. حقيقي؟ طب ممكن تقولي اي حاجه انت مؤلفها؟ اصلي معجبه جدا باسلوبك في الشعر. ما اقول ايه؟ ما تقولها يا منير القصيده بتاعت كل مره. يا ابني اول مره اشوفها دلوقتي. لا، القصيده اللي اسمها كل مره. القصيده اللي اسمها كل طب طبعا مكرة؟ طبعا مؤلفها هتعجبك. يعني هي بتقول كل مره. كل مره بشوفك فيها. بشوفك فيها. نفسي ببقى نفسي اجي لك اقول لك ان كلك على بعضك عندي بالحياة. طب بهير تعالى معايا. سيبني والنبي يا سمير خمس دقايق. يا ابني في مشكلة كبيرة. يلا فيها يا سمير، ما تنطق. شهير واخد ابوك يظبطه مع امه ونزل شتيمة في امي وامك. ايه؟ مش كده وبس، ده انا سامعه بوداني دول بيقول ان امك باين عندها شقه في زايد 2000، مؤاخذه يعني فتحها للتجار. احلف ان قال كده على مامي. وشرف امي قال كده يا بهير. ده لايق ملوق، عايز يتولد هو لوحده ونفضل انا وانت محبوسين هنا. اخصى عليك يا شهير، هو انا اللي كنت بعتبرك اخويا؟ انت طلعت اخويا اكتر منه. عشان الكلمه دي بقى انا مش هسيب امه. هتعمل ايه؟ هنتغدى بيه قبل ما يتعشى بينا. معايا نطير شهيره؟ معاك نطير شهيره. جاهز؟ صحيح يا سمير، الواد شهير ده مش ناوي يسيبه من البت اللي اسمها شهيرة؟ اشمعنى يا بهير؟ ده بيقولوا عندها انفلونزا الخنازير. خنازير ايه؟ الخنازير دي جديدة؟ شوف مرض دلوقتي. صحيح يا سمير، الواد شهير ده مش ناوي يسيبه من البت اللي اسمها شهيرة؟ اشمعنى يا بهير؟ ده بيقولوا عندها الطاعون. طاعون ايه يا ابني اللي دلوقتي؟ الطاعون ده من ايام الحملة الفرنسية. شوف مرض جديد شوية وخلصني يلا. صايا يا سمير، الواد شهير ده مش ناوي يسيبه من البيت اللي اسمها شهيرة. اشمعنى يا بهير؟ ده بيقولوا عندها الصفرة. يا ساتر يا رب. ده مش بعيد تعديه. ومش بعيد كمان تعدي منير الخطير. منير؟ ايه ده انت سامعني؟ مش ممكن. خلاص استخرجته على الصفرة؟ جواب نهائي. طبعا هتصرف. صايا يا سمير. ايه خلاص مش. يلا يا جماعة نكمل حفلتنا عادي جدا ولا أكن في حاجة، احنا متأسفين ليكم. اتفضلوا اتفضلوا يا جماعة، يلا يلا كاساتنا ومزيكتنا ويلا هنعيش بقى. اتفضلوا ولا أكن في حاجة. اتفضلوا يا جماعة. تعالى معايا. عايزك. عايز مني يا سمير؟ بقولك يا سمير، أنا أمي خلاص راحت، يعني أنا قاعد في السبعينات هنا بقيت عمري. سيبني بقى يا أخي أخد على الجو اللي عايش فيه. يا ابني في عوق بيتعمل من ورا ظهرك. تعالى معايا أنا هرسيك. تعالى هرسيك. بهير اللي عمل كده؟ أو شرف أمي بهير هو اللي عمل كده. بس اطمن انا مش هسيبه. معايا نطير بهيره؟ معاك نطير ابوها. اقلع ساعتك. اقلع ساعتك. لا يا ابني تعالى انا هفهمك هفهمك. سامع عوس؟ وقفت المزيكا دي بقى واطلبت البوليس. انت فين يا منير بيه؟ ده يا شهير، انت سكران ولا ايه؟ لا انا مش سكران، انا ساعتي اتسرقت. مش معقول خالص اللي انت بتقوله ده. انا ضيوفي كلهم ناس محترمين. لا معقول يا منير بيه، وانا بنفسي عارف مين اللي سرقتها وحطيتها في شنطتها. انا مش حراميه يا بهير. يلا يا جماعه عادي جدا ولا كان في حاجه حصلت قدامنا قبل كده. يلا معلش احنا اسفين جدا، الحفله ابتدت تنشف شويه بس مفيش اي مشاكل. اتفضل يلا كاسنا ومزيكتنا بقى نلحق نحتفل بقى قبل ما نطلع تاني. يلا
شهير وبهير هتوحشوني قوي، وشهير وبهيرة كمان هيوحشوني قوي قوي قوي. مع ان انت بقى يا سمير مش هتوحشنا خالص، لان احنا قاعدين مع بعض. ليه بقى؟ عشان الورقه دي. ده ايه الورقه دي؟ دي يا سيدي عقد جواز عرفي. انا جوزت ام عرفي من ربع ساعه يا سمير. حصل، وانا شهدت على العقد. امك رخيصه قوي يا سمير، ما خدتش في ايدي خمس دقايق وكانت مضيعه. الله الله، ما امسك اعصابك. والله يا عاد، وانا اللي كنت بقول لكم ظبطوها، رحت نيلتوها زياده. اهي الزنقه اللي انتوا فيها دي فكرتني بواحد بلدياتنا اتزنق في قرشين اتفعص. ايه؟ احنا مش هنخلص. ايه؟ والنبي ما تقول نكت لحد ما نرجع للالفينات. انا مش فاهم يا سمير، انت بتتكلم ليه وانت السبب في كل اللي احنا فيه ده؟ اهو بابي حلق للتلاته، خلينا بقى قاعدين في الزمن الاخبر ده لما هيفوتنا كاس العالم. نعم يا اخويا، هو مش السبت ده راح يتجوز امي عشان يقفل السكه على ابويا؟ سمير من فضلك لما تتكلم معايا بعد كده تتكلم باسلوب احسن من كده. ما تنساش ان انا جوز مامتك، ويا ريت بعد كده تقول لي انكل. ولا انت هتطلقها يعني هتطلقها؟ ارمي اليمين دلوقتي حالا. مش هطلقها يا سمير، بحبها يا اخي بحبها. بدل ما تتخانقوا مع بعض كده وعاملين فيها الاخوه الاعداء، فكروا في حاله صلاح وبيلي بوظتوه، وترجعوا ابوكم لامهاتكم، وعبال ما ترجعوا لبعض اكون انا خلصت المشروع واقدر ارجعكم تاني. عيال هم. المرة دي مش تهريج يا جماعة، أي حد فينا هيقل هتتربق فوق نفوخنا احنا التلاتة. أيوة صح، دكتور بصير قال اللي هيعيل مش هيركبه معانا الجهاز، حتى لو باباه ومامته اتجوزوا. المهم دلوقتي ازاي هنقنعه يتجوز تلاتة في يوم واحد؟ ما هو عملها قبل كده يا شهير. عملها قبل كده ازاي؟ يعني احنا لسه لينا اخوات تانيين؟ طبعا، ولا كأنك سمعت حاجة. طبعا. عندك فكرة هنعمل ايه؟ قبل أي حاجة يا معلم، تطلق أمي. سمير، هو أنت فاكر إن أنا متجوز أمك بجد؟ دي ورا اي كلام يا معلم، انا معيش بطاقه اصلا. ايوه بس هي فاكره انك متجوزها. يعني سوري، امك محتاجه الورق. طيب يبقى قبل اي حاجه برضو كل واحد فيكم يحلف انه مش هيبيع. والله العظيم ما هبيع. والله العظيم ما هبيع. وشرف امي ما هبيع. ولا والله العظيم. يا اهلا وسهلا يا باشا، هو ده بقى البيت. البيت يا مدام اهو. اختي تفاحه بقى، مش عارف اقول لك ايه. يعني الادب، يعني التربيه، يعني الاخلاق، يعني القلب الابيض، يعني كل الصفات دي فيها. هو ده اللي انا بدور عليه. صح يا ماما؟ طبعا يا حبيبي، احنا اهم حاجه عندنا النسب والعيله الطيبه. لا اوعى تتكلمي عن النسب والعيله الطيبه، احنا معروفين في المنطقه. تعالي هنا بس واسالي على عيله حاحه شكري، معروفين زي الجنيه الذهب. يعني الادب، يعني الاخلاق، يعني التربيه، يعني الاصاله ونوال الزغبي مع بعض. الست التفاحه دي ملهاش حل. احنا هنا قوي الست دي. دي خلتني استغنى عن مراتي. شغاله فوق وتحت يا عم. هي اسانسير يا عم الحاج انت. حاحة اختك عامله شغل كده؟ اهو بال اختك. ابي حاحة، هي اختك بتشتغل ايه بالظبط؟ تكل بس استحمى قبل ما تيجي. ربنا يخليك يا استفاحة. هات يا اخويا اللي بعد. وريد ولا عضل؟ كيف يعني؟ يعني فوق ولا تحت؟ ما خبرش، عنديك الحقنة دي عضل. يلا ارفع الجلابية. واه اتحشم يا مرة وعد كده. وانا قلت لك اتجوزني عرفي، دي حقنة عضل. عضل؟ انا عضلي كله قدامك اهه، اختار العضلة اللي تعجبك. يا ام الجهل، حقنة العضل دي بتتاخد ورق. انت اتخبطت في نفوكك يا ست انت ولا ايه؟ ها؟ ده انا لو مرتي قالت لي كلام زي ده اطخها عيارين في دماغها. بقول ايه؟ اديني الحقنه دي في اي حته الا الحته دي. انت بتلاقي حته ارض. بقول لك ايه، ما تقفليش دماغي. يلا روح للدكتور خليه يكتب لك حقنه حشمه. يلا يا اخويا رجع له الدزمه من الدزمه دي. اقول له اديني اي حاجه الا الليموس، يقوم يديني اللي اسخن منه. امشي يلا. إيه؟ امشي. اللي بعده. ده انا مستنيك على نار. العيادة بتاع البنت تفاحة بنت اختي شغالة النهاردة، فمحدش بقى بيدقق مين طالع ولا مين نازل. انت بس اول ما تدخلي اعملي نفسك عيانة. يعني كحي على قد ما تقدري كحي، واعملي نفسك بترجعي، امسكي بطنك. عارفة يا بنت الشراح، احلى حاجة بحبها فيكي ايه؟ خيالك المريض. يلا بقى يا شراح، احنا هنقعد نتكلم كتير، ما تتاخريش. انت قدامك قد ايه؟ ساعه.
يا دوب. يلا باي. اقف طابور. طابور ايه وانا داخل اقبض المعاش؟ هو في ايه؟ ما تخلصي بقى، العريس عفن هو وامه جوه. انا مش ملاحقه على الناس، سيبنا عشان شغل. حد يسيب عريس محترم زي ابو دان ده ويدي حقن للواغش ده؟ ايه مش مالي عينك كده ولا ايه؟ بس عديها لك وانا ايدي تقيله وهتبقى شرجيه. سيبنا عشان شغل، انت حالك جوز جواز صالونات. صالونات؟ ده هيبقى جواز حمامات. دي سيره دي؟ امشي. يلا. وانت واقف فاتح لي السوسته اللي انت هتطهر؟ يلا يابا من هنا. انت كده بتقطع اكل عيش. هو انا بتاع بلديه هصدر لك الفرش يا بنت؟ انا عايزك تتجوزي وتستتتي. عايزه استتت ولا تستولى على الشقه عشان تتجوز فيها؟ لعلمك بقى مش هتجوز الا الانسان اللي بحبه وحق. في ايه؟ انت بتحبي مين يا بنت؟ ما بحبش حد. تعالي هنا. قصدي يعني لما احب. احنا ناس ما نعرفش غير حب ماما وحب بابا، ودول ماتوا من زمان. صح. ما فاضلش دلوقتي غير حب الله وحب الوطن. سامعه؟ وسمعني سلام، اللي مالوش كبير يشتري له كبير وطالع لك كبير. صباحين وحته على احلى عم في الدنيا. هتقتليني يا بنت دلوقتي؟ عايزك تنزل معايا دلوقتي بسرعه. مش هينفع، انا عندي ظروف خاصه جدا. يا عم استنى بس، البنت تفاحه جالها عريس لقطه تحت، ابن حلال ومعاه فلوس، عايزك تنزل معايا عشان تقنعه. اصل بصراحه انا واخد حبايه ضغط. وانت من امتى عندك ضغط؟ لما بشوفك بيجي لي الضغط. يا عم استنى بس، ده انت الكبير بتاعنا اللي بنلجا له في حل مشاكلنا. اصلك انت مش فاهم يا حاح، انا نفسي مزنوق ومحتاج لاي حد الجأ له. طب ما تلجأ لنا. الجأ لنا انا وتفاحه ونتلم في حضن بعض ونبقى اسره واحده. حب ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه مش ده الحضن اللي انا كنت مستنيه؟ ايه ده يا عم؟ في ايه؟ ايه؟ بسم الله ما شاء الله. ايه؟ ده انت زي البوم، ده انت زقتني زقه جامده قوي، وضغطك عالي وواطي وسخن. ايه في ايه؟ الله يطمنك. صحيح بس بص عاوز افهمك حاجه، انت واختك شوفوا لكم اي حد بقى يتحشر بينكم، ما تحشروش راجل حزين زي بينكم. حزين؟ حزين. بيره وشموع وربع اللحم وضغط عالي وواطي وحزين، امال لو فرحان كنت هتبقى عامل ازاي؟ بقول لك ايه؟ ثلاثة بالله العظيم انا ماشي من هنا الا رجلي على رجلك عشان اقابل العريس تحت. يلا استنى. طيب يلا بس تعالى. استنى هتاخدني كده هتجرني على بلا وشي اغير هدومي. طيب طب روح غير بس بسرعه. طيب بس يا رب محمود الحبايب ما يروحش. كح على ايه؟ ما خلاص دي شكلها تعبانه قوي يا عم. ايوه هي تعبانه وربنا مش كاتب لها الشفا. لو سمحت يا ست مفيش دكاتره هنا، معلش. هو كان فيه بس راح مشوار غصب عنه، احتمال يفتح بعد ساعة. مفيش دكاترة هنا ومفيش حد هيفتح. يلا يا ست بطلي كحة قرفتينا. ايه ده يا عم؟ دي شكلها هتموت خالص. هي كانت هتموت، هتموت بس كتب لها عمر جديد. ايه حلوة البراندة؟ هايلة هايلة. خش جنبي نسيبك. اتفضل اخويا. خليك انت جنبي. ريحي رجليكي عشان ما تنملش. معلش العروسه متاخره شويه عند الكوافير، زمانها جايه. ما
شاء الله زي القمر. والله ما حد قمر غيرك انتي. ممكن اعزمك على سينما ميد نايت؟ ميد نايت؟ بلاش، نخليها حفله 9. اقول لك احنا نطلع عندي فوق، انا مشبر ازازتين بيره وبسخن ورقه لحم على شويه لب وسوداني، وننزل على طول على السينما كارهين بعض، ايه رايك؟ لا لا لا، انا عايزه اتفرج على بقيه الشقه، مش وقت. شقه مين عدم المؤاخذه؟ الشقه دي اللي هيتجوز فيها ابني. الشقه دي بتاعتي ومحدش هيتجوز فيها الا انا. يا نعم، انا هتجوز في الشقه دي وانا عاجبني العزه، عايزه اتجوزها. وانا كمان حبيتها من اول نظره عشان طبيعيه يا بيحاحه، جوزاني. وانا كمان عمي ماشي مأذون حالا. يلا خلي المأذون في الميد نايت. ميد نايت ايه؟ انت رايح تجيب كيس فشار؟ ايه يا عمي؟ مفيش جواز يا عم الحاج. يلا توكل على الله. ايه ده يا عم؟ يلا يا بيحاحه ولا بتاع. يلا يا ست مع الف سلامه، بره من غير مطرود. ممكن اول المطرودين انت يا عمي، توكل على الله. يا مامه العريس توكل على الله، وانت بقى ورحمه امي لو وقع لك صف اسناني. ولا زعل نفسك، امسك. يا ولاد الحقن دي سلاح خطر، طب يملوها مضاد حيوي وانت بقى سلاح وعلاج. تعالى يا كلب اوصل لك السبوبه يا حاحه، انت عايز تبقى للتاني ولا ابيك عليا يا حصه؟ انت تسوي ايه يا بنت؟ وحشه ولا بايره؟ الاثنين. عايزين الاثنين مش فيكي. طب امسك ايدي. ماشي. طب العريس ده والتاني هتعرفي. ها؟ الأربعة خمسة اللي أنت طفشتيهم، خليكي كده قاعدة لحد ما تدوري وتقعدي في أرابيزنا. وإحنا أرابيزنا مش مستحملة. ده أنا حلوة ومدملكة وألف مين يهواني، الدور والباقي عليك اللي مش هتلاقي كلبة تعبرك. تعبرك؟ ده أنا النسوان هتقطع بعضها عليا. ما تقول لها يا عمي. أقول لها إيه؟ أول حاجة ما شفتهاش أكذب يعني؟ بمرض بنت خالتك المعفنة اللي خطبتها، ده النوع بتاعها سحبوه من السوق. بس مربيه على إيدي وضامن إن عداد عزيره. ده أنت لو دورت عليها هتلاقي قلب عداد ومستغفلات. أنا ما أسمحلكيش تتكلمي على بنت خالتك بالطريقة دي. يا ولاد اطمنوا، دلوقتي ما حدش بيمشي بالعداد، لا رجالة ولا ستات. النسوان بتقطع نفسها عليه، ده أنت أوفر إيدج. دلوقتي بتعايريني بالسنة تفاحة؟ هو أنا اتأخرت في الجواز ليه؟ مش عشان أسطرك؟ سطر مين يا مفضوح؟ عايز نخلة عشان تلها في الشقة؟ لا ده بعدك، أنا قاعد على قلبك. أنتوا مش ناويين تخلصوا الخناقة دي؟ مش كفاية ضيعتوا عليا جلسة العلاج الطبيعي؟ الله يلعن أبو اليوم اللي أمي خلفت فيه أبوكم وبقيت عمكم. إيه ده؟ أنت إيه اللي حشرت بينا وإحنا بنتخانق؟ مش مكتوب من نفسك تجيب عمك اللي عمره ما حبنا ننشر غسلنا الوسخ قدامه؟ وأنتوا انشر غسلكم ليه؟ سيبيه منقوع قد سنة عشان ينضف. ما أنت اللي خليتينا ألجأ له عشان نحل خلافاتنا، خليتيني ألجأ للياس وأقعد ما يسواش. عنده حق. خليكيه يرجع. اه يعني الادب هي دي اخرتها يا واد؟ اتنين اخوات بيتخانقوا مع بعض، تحشر بينهم ليه؟ اه صحيح، انت مالك؟ دي مصارين البطن بتتعارك. تصدق انت صح ولا غلطان؟ فك يا اخويا مصارينكم من على رقبتي قبل ما تسخني. غوروا غوروا في 60 داهيه. الحق انا اشوف دكتور يوافق يجي يديني الجلسه. صباح الخير يا دكتور. معلش عطلك ثواني. ياسمين تعالي. معلش قاعدين مشي. دي صاحبتي اصلا. يلا يا بنات بقى خشوا. يلا 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 يلا. مي وجيجي اقعدوا هناك. انجي وساره تعالوا هنا جنب ياسمين. او جوه وانا هجيب لكم. عبير وميمي ورا. اقعدي هنا بقى عشان تبيضين المحاضره. انت ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ انت شيلتك ما فيهاش راجل خالص. وانا مش عاجبك يا دكتور ولا ايه؟ مش مهم. انا المصيبه انك عاجبهم هم. انا مستعد اقدم استقالتي للمجلس الاعلى للجامعه مقابل اني افهم هم عاجبهم فيك ايه. بقولك يا دكتور، لو ناوي تستظرف وتعمل نمره قدام المحاضره انا ممكن اخد البنات وانسحب فورا واسيبها لك ناشفه. لا يا اخويا على ايه؟ خليها طريه، خليها اضطري. اتفضل اقعد. اه طب اسمعوا يا بهوات، مشروع السنه دي لا هيبقى محسوبيه ولا صحوبية ولا حتى بالحروف الأبجدية. مشروع السنة دي هيبقى بتواريخ الميلاد. يعني مثلا يا سمير انت مواليد شهر كام؟ انا 29 فبراير. هتبقى في مجموعتك كل مواليد فبراير. اللي مواليد فبراير يقف. ايه ده؟ هندسة كلها فبراير؟ طب اللي مش 29 فبراير يقف. هي دي مجموعتك يا سمير. يعني غير ان انا يمكن اعمل المشروع مع مجموعه اولاد بس، ما قصدتش ان اعمله مع الحمار ابن الحمار ده. ما هو حمار فعلا انه يخلف دخل زيك. يلا يا كلب السقه يا كومبارس. لا
تجيب سيره السقه تبرحك هنا يا شيخ. بقول لك لا، مامي تعالي لي الكليه دلوقتي حالا. غلطت انا؟ مامي سيبوت غفوت. ايوه عشان انا قلت لك من الاول ادفع الدكتور فاصيل عشان يرجعني زي ما بتدفع كل الدكاتره. يعني ايه مش عايز ياخد فلوس؟ ايه؟ ما اعرفش ده هم اخواتي بيبو بشير دول ولا مش عارف اسمهم ايه بيتخانقوا. انتوا بقى اللي عاملين بلطجيه ومستصيعين نفسكم. لا يا ده هو يا فوق نفسكم. ده انتوا خش وقش وكرانيش ولا ليكوا لازمه. عليا الطلاق افوت فيكم الثلاثه ولا يهمني. طبعا انتوا شفتوا دكتور بصير المحترم، لكن ما شفتوش دكتور بصير العباقي اللي كان بينام على الرصيف. كنت بقول الرصيف التاخر عشان انام جنبك ده. وانا في سنكم يا حيلتها انت وهو كنت بنايم من بابا من المغرب. ها سمير منير الخطير، شهير منير الخطير، بهير منير الخطير. قلتولي بقى ان انتوا مولودين في نفس اليوم يعني توأم. بسم الله ما شاء الله. صدقوا ان انتوا شكل بعض تماما. فولة وانقسمت تلات انصاص. تلات انصاص ايه يا دكتور؟ احنا فعلا اخوات بس مش توأم. مش اخوات وفي نفس اليوم؟ ما هي دي يا ابني اللي بيسموها توأم. ايوه صح، على فكرة الراجل ده عنده حق. اخرس. ايوه يا دكتور احنا توأم. بص يا دكتور، انسى ان احنا التلاته يبقى مع بعض في مشروع واحد. انسى؟ طب انا احكي لكم بقى قصه كفاحي. المشروع ده انا ابتديت فيه يجي اكتر من 30 سنه ولسه مخلصه امبارح. ده ليه؟ عشان المشروع ده هيدخلني العالميه. يا دكتور مش هتقعد تحكي لنا قصه حياتك. حياتي؟ طب اسمع يا حياتي انت وهو. المشروع هيتعمل هيتعمل وانا اللي هشرف عليه بنفسي. يخرب بيت قرفك، انت سايب المشروع اللي حطوك فيه مع اولاد شهيرة وبهيرة وقاعد تتفرج على السقة بتاعك ده. ما هو كله منك. حد قالك تتجوزي نطع زي ده؟ نطع صحيح، اللي خلف ما ماتش. انت الطولي ابنك ليه اربع افلام في السيمة. اربع افلام بقفاك يا روح امك. لا يا رب، لا يا رب، عملت فيها كده ليه؟ ما خلقتنيش اخو الاستاذ ولا حتى الحصان بتاعه. طب ولما هو حبيبك قوي كده ما تخليه يكلم لك حد ينقلك مع مجموعه تانية في المشروع بتاعك. وانا ليه عين اكلمه بعد اللي كتبتيه عنه؟ احمدي ربنا ان الاستاذ بيعمل لي اعتبار ده بتليفون يجرجرك من قفاك ويقفل لك الجورنال الاصفر اللي انت شغاله فيه ده. ايه يجرجرني؟ يقدر؟ المفروض واحد زيك يفتخر بامه اللي فضلت محافظه على نفسها عشانك وعشان جمهورها. انا كان زماني اكبر نجمه في مصر. يا سلام. سلامين ثلاثه. أنا كان معروض عليا بطولة أفلام كبيرة، أميرة حبي أنا، الناصر صلاح الدين، عنترة بن شداد، حب وكبرياء، أنا اللي كنت بقول لأ. عمري ما رضيت أمشي مع مخرج ولا أصاحب منتج ولا أرافق ممثل ولا أعبر حتى ريجيسير. أنا اللي كنت بقول لأ. أنا ياما اتبهدلت اتمرمطت عشان أجيب لك اللقمة، عشان أكبرك وعلمك وخليك بني ادم. سامحيني يا ام، انا من ساعه ما لبست المشروع ده وانا مش عارف بعمل ايه ولا بقول ايه. بس الحاجه الوحيده اللي انا اعرفها ان عمري ما هلاقي ام زيك. ايدك ابوسها يا ست الكل. مفيش حد قاعد ليه يا ام؟ البنت عفاف راحت تقابل خطيبها، وميرفت صاحبها النهارده عيد ميلاده فرحت عشان تجيب له هديه صغننه كده. عقبالك يا حبيبي. يا ربي على الموال. يا ماما انا مش بتاع جواز. يا شهير يا حبيبي انا نفسي اشوفك عايش احلى قصه حب رومانسيه مع واحده تكتب لك شعر وانت كمان تكتب لها شعر. يا ماما انا ممكن اكتب شعر ماشي، اصاحب اوكي، بس مش ممكن اتجوز. انت متخيله شهير منير لو اتجوز في كام بنت في الجامعه هتنتحر؟ بيتهيألي الجامعه هيبقى فيها الولاد بس. وبعدين يا ماما والنبي يفكك مني وركزي في شغلك. ده الراجل ده يا ماما ولا ست؟ وقت يا ود ما تستعبطش، دي طنطك دولت. اه صح. ازاي حضرتك يا طنط؟ اهلا يا حبيبي. ايه التخن ده؟ دي معجزه انك قادر تتحرك. لا هي المعجزه يا طنط ان حضرتك اصلا لسه عايشه لغايه دلوقتي. وبعدين كفايه شد بقى، ده انت عينيكي بقت في قفاكي. يا واد عيب كده، ايه اللي حصل لك النهارده خلاك اتقلبت بالشكل ده؟
لبست مشروع التخرج مع سمير وبهير اخواتي. اياك اسمعك تقول اخواتي دي تاني. حاضر يا ماما. ماما انا لبست مشروع التخرج مع سمير وبهير ولاد خالتي. وهتعمل ايه يا ظريف؟ مش هعمله طبعا. مش هتعمله؟ انت عايز ولاد سميره وبهيره ينجحوا وابني انا ابن شهيره يسقط؟ لا ما تخافيش مش هينجحوا. بهير بيه الهانم لو خدت خبر ان انا سبتك تسوق العربيه هتقطع عيش. وحياه ديني يا عبد الصمد لو جبت لمامي سيره اني سوقت العربيه لخليها ترفدك وتشتري لنا سواق جديد. لا لا خلاص مش هقول لها. حبيبي يا عاشق يا حلم زي الطير شاور الحق والحاضر. ايوه ايوه يا سميره ايوه بالظبط انا سرقت الحصان. سرقت حصان عم اشرف بتاع الخضار اللي بيقف تحت البيت. اتنرفزتي؟ انا ارفزك اكتر بقى وهسرقه كل يوم يا سميره لحد ما تبيعي العربيه وتجيبي لي حصان اروح بيه الجامعه زي الاستاذ. يلا سلام ما تصدعينيش. ركن لي ده. ما تروحوش ها؟ استنوني تحت. سمير مش عايزك تزعل مني لما قلت لك كلب السقه كومبارس. لا يا معلم كلب السقه دي عادي كومبارس دي هي اللي ضايقتني ما تقولهاش انا شاير. حاضر. عالي قوي السقه بيموت فيا انا دراعه اليمين لعلمك يا راجل. بعرف اعمل كل حركاته بنط من القطوره وبركب خيل وبتخانق مع اسوده وبخش في النار وبعمل كل حاجه. ايه ده دي الوحيده اللي ما بعرفش اعملها جبتها ازاي دي؟ لا دي صعب عليك قوي يا سمير. قول لي وانا هستوعب انا لسه كنت بتدرب عليها. بعدين يا سمير لما نخلص من المصيبه اللي احنا فيها دي سواجه معانا ولا ايه؟ لا شوفوا بقى عشان نبقى متفقين من الاول انا في المشروع ده فلوس بس يعني من الاخر تقدروا تعتبروني المنتج. ماشي يا عم السبكي. بقول لكم ايه انا شايف ان احنا الثلاثه ابيض من بعض تعالوا نعمل مشروع معقد ما يتفهمش منه اي حاجه فالدكتور يضطر ينجحنا. صح او يضطر يسقطنا. صح. ايه رايكم ان احنا نفاجئه ونقدم له المشروع اللي هو عمله في 30 سنه في 4 ايام؟ دي فكره جميله جدا طبعا يعني بس مش شايف ان 4 ايام ده كتير يا معلم؟ تهبل يا ابني عايز تعمل مشروع دكتور عمله في 30 سنه في 4 ايام ايه احمد زهير يا ابني ما احنا مش هنقدمه هو هو احنا هنسرق المشروع ونغير فيه شويه حاجات كده ونلعب فيه ونقدمه له على انه المشروع بتاعنا. هو لما هيلاقي ان المشروع اللي احنا عاملينه شبه المشروع بتاعه 100% هيحترمنا وهينجحنا او هيكشفنا ويشلحنا. اسمعوا كلامي الموضوع يستاهل ناخد الريسك. ناخد الريسك تاخده يا شهير. يا اخوانا يا اخوانا راجعوا نفسيكم الاول فان ابغض الحلال عند الله الطلاق لابد من الترايس والتراوي مهما كانت المشكله فحكم من اهلي وحكم من اهلها. مفيش داعي الكلام ده حضرتك. لو سمحت الموضوع انتهى خلاص. يعني خلاص مفيش فايده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله. كريم ابن عمتي يعني ابن اخت ابويا. هاي تعالى على مين دول؟ دول ميرفت وصباح قسم وثائق ومكتبات وقسم تاريخ الاثنين اداب. لا ما هو باين انا مالي. يا كريم في ايه؟ انا لغيتها في السكه وانا جاي دفعت معايا قلت اجيبها على هنا. ايه الاستجوابات دي كلها؟ احنا هنتعين. لا يا سكر خدوا راحتكم على الاخر. انزل بيتكم وان شاء الله ليله هتبقى زي اللي على الثانيه واحده. ايه في ايه؟ تاخدهم وتمشي من هنا فورا.
ليه؟ مش انت قلت لي اعمل كده؟ انا بعمل بنصيحتك. انا قلت لك تتعرف على بنت لطيفه، مش تجيب لي نفسك تهمه وتجيب لي معاك. يا عم احنا هنقضي ليله طريه مع بعض ما فيهاش حاجه، ما انت عارف تيتا كبسه على نفسي وشال حركتي، وبعدين انت مش قلت لي ان جيجي مسافره؟ جيجي مسافره قلب الشقه جرسونيره. يا عم ده جرسونيره ولا حاجه، عندك ايه في الثلاجه؟ بص انا جايب معايا نص كيلو تفاح على خوخ، وهخش افتح اربعه اكسبورت مشبرين، وهنقضي ليله ملهاش ملامح يا معلم. ما تشغلولي مزيكا كده ولا غنوه حلوه. نعم؟ مادام جيج مش موجودة. صباح الخير يا سيدة. يا صباح الورد يا معتز بيه. جيجي صحية؟ صحيت يا فندم، أهلا وسهلا، اتفضل حضرتك. يا أهلا وسهلا. أنت مش قلتيلي إنها مش موجودة؟ مادام جيجي بلغتنا أقول لحضرتك كده. أهلا أهلا يا معتز. إزيك؟ إزيك يا حبيبي؟ الحمد لله. جيجي جيجي نازلة لك حالا. سوري. شكرا يا حبيبي، كلك ذوق. ايه مالك؟ عايز تخش التواليت؟ مدام جيجي، استاذ معتز منتظر حضرتك تحت. ديرو نايمة. طيب عن اذنك يا حبيبي. تفضلي تفضلي يا تام. شوفي يا حبيبتي، انا مش هقولك زي ما كل الامهات بيقولوا لبناتهم في ظروف زي ظروفك دي، انك دلوقتي مطلقه، كلام الناس، سمعتك، كل ده كلام فارغ. بعدين يا حبيبتي انت مالكيش ذنب في اللي حصل، لازم تخرجي نفسك من اللي انت فيه ده. انا مش هضغط عليك المعتز، بس على الاقل اديله فرصه. مش يمكن، انت عارفه ان هو طول عمره بيحبك. خديها مني نصيحه، عشان تنسي تجربه فاشله لازم تخشي في تجربه جديده. ايه ده، انت لسه ما ابتديتيش شغل؟ مش هقدر اشتغل، انا هعتزل المؤلف والناشر. ايه وبعدين؟ الا شغلك، شغلك ده هو حياتك على الاقل الايام دي. مش لازم يا حبيبتي تخسري كل حاجه. انا مش قادرة اسلم، انا لسه بحبه. كفايه بقى كفايه يا حبيبتي، كل حاجه في اولها صعب. امال لو كان في بنت سنين وعشره كنت عملتي ايه؟ دول يا دوب سنه وشويه شهور. صدقيني بكره هتنسي وهتقابلي حد يحبك بجد، حد يقدرك ويعرف قيمتك. جيجي وحياة ماما كفاية. يلا يلا يا حبيبي. انا عارف انك مش طايق تبص لخدمتي، عارف كمان ان انا سبب الكارثة دي، بس والله يا كريم ما كانش قصدي. انا يعني كنت هعرف منين تيجي راجعه بدري عن ميعادها. كريم احنا لازم ننسى الموضوع ده خالص، وبعدين انا شايف ان الحكايه كلها على بعضها مش مستاهله. مش مستاهله؟ مش قصدي يا كريم، استنى بس يا كريم، قصدي يعني ان الموضوع خلاص خد وقته، وبعدين جيجي اعصابها كانت تعبانه شويه يعني ما فيهاش حاجه، ده حقها.
بس برضه ما كانش لازم تصمم على الطلاق مع ان ده حقها برضه. الله، بص انا هروح وافهمها على كل حاجه. ما انت رحت لها ولا سمعتك ولا سمعتني. زمانها هديت. انا هروح واقول لها ان انت مالكش ذنب في الموضوع ده خالص وانا اللي ورطتك فيه. يا ترى فنانتنا الحلوه بترسم ايه؟ ايه ده انت بتعمل ايه؟ اتفضل اطلع بره. جيجي اديني فرصه اشرح لك حاجه. انا مش عايزه اسمع حاجه. انا عايزه افهمك حاجه. تفهمني ايه؟ قد ايه كنتوا بتقضوا وقت لطيف مع بعض؟ قد ايه كان بيتي مكان رائع لمقابلتكوا؟ اتفضل اطلع بره. جيجي انا ماليش دعوه، هو اللي جاب البنات. اطلع بره. قال لي جايين ياخدوا كورس وجريني معاه الى احضان الرذيله. اطلع بره. وبعدين بقى هو اللي ذوقه وحش شويه، ما قلت له يا كريم حسن ذوقك ومستواك شويه. اطلع بره. انت هتافه. عايز ايه؟ مش كفايه اللي حصل؟ ما سيبوها في حالها بقى. مفيش حاجه يا طنط، احنا جايين نهدي النفوس. هي راحت فين؟ بقول لك ايه، بنتي لا عايزه تشوف حد ولا تسمع حد، وكفايه بقى اللي حصل، وتفضل امشي من هنا. يا طنط اديني فرصه اشرح لك بقى. عارف لو ما مشيتش دلوقتي انا هطلب لك البوليس وهقول انك جاي تتهجم عليا انا وبنتي. هي حصلت البوليس؟ يعني مفيش فايده؟ بقى ماشي، احنا بينا وبين بعض المحاكم. انجز. اهدى شويه يا عم ابراهيم. مبروك. ده اسعد يوم في حياتي النهارده يا فندم. منير بالخطير بعرف حضرتك دول. ميرسي بوبي. من غير ما تفتحيها. بيعزمك على بارتي عنده في البيت بالليل والعنوان في ظهر الورقه. مش هروح البارتي ده غير لو انت جيت معايا. انا اخيرا لقيتك وعمري ما هقدر اتخلى عنك ابدا يا فندم. بهيب تعالى معايا، احنا لازم نروح. مش اجي معاكي فين؟ يلا. جامدة قوي فخفخينة. الايه؟ اه ده انت صحيح. بص يا معلم، جامدة قوي المانجا على الجوافة على الفراولة اللي عليهم الموز والتفاح من فوق. ده انت البت بتاعت المسابقة كان لازم فعلا تحلقلك. تحلقلي؟ لا انا عمري في بنت حلقتلي. انا بحلق عند محمود لبيب شاب، انما ايه هباخدك تحلق عنده. اوعى بقى خليني حاسب. اوعى. اسمها الايه؟ فخفخينة. هنسيبكم هنسيبها انت بقى. انا بقول لك الزمالك قادم، الزمالك قادم. بس يا حبيبي بس. ايه ده بسم الله ما شاء الله، انتوا توأم؟ اسمك ايه يا حبيبي؟ ابراهيم. وانت حبيبي اسمك ايه؟ حسام. طب معلش يا ابراهيم كده، معلش ممكن تنبيلي هنا؟ امضة العميد بقى. انا مش فاهم انت واخداني معاكي لباباكي ليه؟ والنبي يا بهير لازم افرض بابي عليك. بابي جوه يا عبد الصمد؟ ايوه جوه بهيران. عبد الصمد. يا عبد الصمد، ما كنتش متخيل اني هعيش لليوم اللي اشوفك فيه وانت صغير. اوه يا عبد الصمد. بهير في حاجه؟ لا اسف. يلا بينا. بونجور بابا. اهلا. بونجور شيري. سبا الحمد لله. بابا عايز اعرفك على بهير. اهلا بهير، ازيك؟ استريحوا انتوا شويه على ما اخلص الميتنج. لذيذ قوي شبه الصور بالظبط. بعد بقى ما اعرفك على بابي عايز اخدك واعرفك على جده. جده؟ انت تعرفي جده؟ انت مش فاهمه انا بحبه ازاي. جده ده جامد. بس جامد ايه؟ بس هيروح الزمالك فعلا ولا ايه الموضوع ده؟ يعني ايه يا مومبي الكلام اللي بتقوله ده؟ معقولة العالم كله بيتقدم واحنا واقفين مكاننا؟ التكنولوجيا بتتطور يوم بعد يوم اكتر. انتوا عارفين الاسبوع اللي فات لما كنت في المانيا نزلوا تليفونات جديدة بزراير. ده متثبت بتليفون ابو زراير. ده لو شاف البلاك بيري هيموت. ايه البلاك بيري دي؟ ده شكل الاندروير بتاعنا في الخمسينات. في الستينات اخدنا نفس الموديل بس عملنا له فتحة. في السبعينات غيرنا الاستك باستك جديد ياخد ويدي معاك. دلوقتي ما عندناش اي تصور جديد للشكل المستقبلي للاندروير. معقوله يكون عندي 3 من اكبر الديزاينرز في البلد مش عارفين يعملوا لي تصور لاندروير جديد؟ انا عندي فكره هتخليكم تجروا 30 سنه لقدام. قول لعبدك يا عبلاه لا يتكبر يا عبلاه. انا 7 غضنفر يا عبد السود، عماره الزيادي ها مصارع الاسود. طب اسمعني اذا يا ملاعب القرود، هقطعك حتت وارميك للبعوض، وان كنت انبي
انا حرس الحدود. حرس حدود؟ حرس حدود ايه؟ هو الواد ده كان عسكري في الجيش ولا ايه قبل ما يجي هنا؟ اسمع يا عمار يا زياد، وانت يا اسود يا ضب يا حجر، الحكم بينكم هيكون ما هو عبد. برافو، ايه الجمال ده؟ الف 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 مبروك يا ابو سمره. ربنا يخليك. انا بقى هشهرك. ربنا يخليك يا استاذ. وهمضيك على ثلاث افلام. بجد والله يا استاذ؟ بس هتاخد مني كام يا عم الحلو؟ اللي تشوفه يا ريس ان شاء الله هتاخد 100 جنيه. هو ده الشغل يا سمير، الف مبروك. مبروك يا حبيبي. شوفوا لنا بقى بكره واحده تتبذبذ المدام كوكا عشان جوزها بيتقمص. يا استاذ يا استاذ، انا ممكن البس حضرتك عادي. لا الا دي مستحيل ابوسها. ليه ان شاء الله؟ انت فاكرني يعني معرفش ابوس؟ على فكره انا اعرف ابوس كويس جدا، حتى اسال اي حد في الاستديو. انا مش هسال اي حد في الاستديو، وريحي نفسك، لو السما اتطربقت على الارض انا مش هبوسك. ليه؟ ما يغركش شكلي كده، على فكره انا ممكن حتى اقصاه شويه، ولا انت مش حابك شكلي من اساسه؟ يا ستي انت جامده، استغفر الله العظيم يا رب، شوفي هتغلطيني وتخليني اقول ايه؟ يعني انت عشان خلاص ادوك الفيلم واتنجمت خلاص؟ يا ستي مش مساله اتنجمت وادوني الفيلم، الموضوع اكبر من كده بكتير يا انسه سميره. انسه برضك اسال اي حد في الاستديو. استديو؟ طب اقتلها دي واخش النار ولا اعمل ايه؟ الحمد لله على السلامه. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ احنا عملنا لك غسيل معدة، اكيد كنت بتحاول تنتحر، ده حب ده ولا ايه؟ لا لا مش موضوع حب، لا ده بس الراجل بتاع العصير اللي كنا عنده زي ما تقول يعني. لا اكيد ده حب. يا ستي مش حب ولا حاجه، ده بس يعني المانجا اللي شربها زي ما تقولي بايظه. لا اكيد ده حب. بس هي لو كانت بتحبك حقيقي كان لازم هي كمان تشرب السم تتقابلوا في الجنه. نفسي يا شهير اشوفك عايش احلى قصه حب رومانسيه مع واحده تكتب لك شعر، وانت كمان تكتب لها شعر. انا رايي انك تسيبك منها وتركز في شغلك. انتوا بتشتغلوا ايه؟ اكيد انت السواق بتاعه. لا 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 مش السواق بتاعه، لا بس اصل البدله شبهها شويه. لا انا طيار وانا شاعر. ايه شاعر؟ طب انا لازم استاذن، في مريض لازم اروح له، لازم ادي العندليب الحقنه. العندليب عبد الحليم علي هنا في المستشفى؟ لا العندليب الاسمر. عبد الحليم حافظ؟ طب استاذنك معلش تديلي الورقه دي. طبعا عن اذنكم. طب معلش استاذنك يعني معلش تاخدي الورقه دي كمان مني، ده عنواني واستنيكي بكره بالليل. قله الادب والسفاله دي. لا لا ده احنا عاملين حفله كده عندي في البيت والشله كلها جايه وشهير جاي ويعني مستنيينك. ها يبقى اكيد هيجي. طيب بعد اذنكم. اتفضل. ده ايه ملك الرحمه دي؟ ملك الرحمه؟ تصدق قفلتني منها في ثانيه. ايه رايك يا بهير بيه؟ قلت لك يا بابا ده غير عادي، عبقري، ده مش بني ادم زينا. شايف يا بابا شكلهم منور ازاي؟ لا وصفاتهم زادت بنفسهم. اختراع مذهل يا بهير بيه. شوف يا بهير بيه انا عايز اقول لحضرتك حاجه. في ناس بتهتم بالمظهر الخارجي وفي ناس تانيه بتهتم بالجوهر الداخلي. احنا بقى هنهتم باللي بينهم. مدهش بديع، فكره هايله بجد. حتى يا بابا لو واحد عايز ينزل البحر ممكن يقلع البنطلون وينزل على طول. لا دي عفانه، دي سيبك منها. جلست والخوف بعينيها تتامل فنجالي المقلوب. قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب. من فضلك ابعتي لي الولد اللي كتب الكلام ده. حاضر. انت انقذت حياتي. انت رايح فين؟ استنى شويه. انت في ايه ولا في ايه؟ انا اسف اسف جدا 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 اسف. حصل حاجه؟ ايه ده؟ ده ايه العسل ده؟ وكمان بتعاكسها روح امك. ولد انت مش عارف تتكلم مين ولا ايه؟ هو اي عيل متني حاجه امسك فيها يقول لي انت مش عارف تتكلم مين؟ يعني هتطلع مين يا حلاته؟ انا منير بالخطير يا حيوان. الله اكبر الله اكبر. بشرف شوف بشرفي لبيتك في الحجز الليله دي. وانت بقى حبيتك عندي الليله دي؟ ها بجد؟ اتفضلي. ايه ده؟ ده العنوان بتاعي، عامل بكره في البيت حفله كده ومستنيكي بقى. ها متاخريش بقى. إيه كابتن؟ كابتن نعم. إيه هي فيلا رقم 12 ولا 13؟ وايه الفضل اللي انتوا فيه ده؟ هي الاتوبيسات عندكم على طول فاضيه كده؟ فاضيه فاضيه ايه يا بهير؟ الاتوبيسات زحمه جدا النهارده. دي زحمه دي؟ البلد كلها بقت زحمه. انت عارف
انا سمعت ان بعد 30 سنه هنبقى 10 مليون في القاهره. 10 مليون في القاهره؟ انا عايز اقول لك احنا بعد 30 سنه هنبقى 10 مليون في الاوتوبيس. معاك بتاع يا استاذ. انت اخينا انت مش عارف انت بتكلم مين. ده ممكن يسقطك قرد دلوقتي. فرملي بص ايدك ما توديناش في داهيه. حضرتك انا معيش بطاقه بس انا معايا الباسبور، بس ينفع اوريه لك على جنب؟ ليه؟ بس مش هينفع اوريه لك قدامها. ايه هو يا اخويا اللي مش عايز توريه قدامها؟ باسبوري. ما انت يا اخويا بحير. ايه ده يا شاطر؟ فاكرني مغفل؟ ضارب لي باسبور بتاريخ ميلاد لسه ما جاش. ايه ده فعلا؟ سوري بجد ما خدتش بالي خالص. بف عليا بف بجد. طب اقول لك ثانيه واحده، بص تعالى نصلحها. انا تقريبا كام سنه دلوقتي؟ بص نخلي الثمانية دي نخليها نشطبها خالص، نخليها خمسة، والستة دي نخليها خمسة برضه، انا بحب الخمسة. ها ولا نخليها ستة؟ ها والله عند ليبا انا مش مصدق ان انا قاعد قدام حضرتك. يعني اسال انسه شهيره كنت لسه بقول لها، عبد الحليم حافظ الله يرحمه قيمه فنيه لن تعوض، قصدي ربنا يقومه لنا بالسلامه. الله يسلمك يا سيدي، عجبني قوي الكلام اللي انت بعته لي، يا ريت لو تكمل لي بقيه القصيده. قوي قوي طبعا. فحبيبه قلبك يا ولدي نائمه في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها يا ولدي مفقود مفقود. انا هكون صريح معاك بصراحه، الكلام مش قد كده. بتهزر طبعا. ما انا ما اقدرش اغني كلام زي ده. لا ما تقولش كده عشان هتغنيه في الاخر وهيبقى شكلك وحش قوي قدامي. اسمعني انا عايز اغني حاجه حزينه. لا حزينتي يا عبد، بص يا عبد الحليم من الاخر، انا عايز اعمل لك كلام جديد، الحان جديده، شكل جديد، دعايه جديده، فكك من الجو القديم اللي انت عايش فيه ده. اذا كان كده انا ما عنديش مانع، خلاص شوف انت ايه الجديد وانا معاك. ايوه سيب لي نفسك انت بقى، انا هظبط لك الليله دي. ليه؟ لاني معايا 4 جيجا اغاني. نعم قصدي في شوية أغاني أنا مسجلهم على الترانزستور بتاعي. سمعها كده. اسمع دي. أنا لو أحكي عليه أنا هوصف إيه، وده كل ما فيه ولا في الأحلام. مدهش كمل. يا سلام 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 يا سلام. مش تيبك دي؟ ها استنى اشوف لك انا. خد دي. يا ناري 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 يا ناري، ازاي اداري 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 اداري. بسرعه يا عبد الحليم، هو الفولدر ده كله قلش. بقول لك ايه؟ تاخد حاجه لنانسي؟ سهولة، انا ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه. طريقه الفنجان ايه وكوس الواوا ايه اللي عايزني انا اغنيهم؟ ده مجنون رسمي. برضه دارك يا عندليب. المدوره دي طبعا. طب ما تزعقش كده. ايه السيف ده يعني؟ خلاص خلصوا الكفار من زمان. ايه يعني ايه سيف وكده؟ بقولك ايه، هتعملي لي فيها زينه؟ انا هركليز. ها ايه رايك ادب السيف ده بزورك يطلع من ظهرك؟ من زوري يطلع من ظهري؟ بالطول يعني؟ لا بالبوز. ايه
انا ممكن اعمل فيك عمايل سودا. ما انا بحب الغوامة، ما عنديش مشكله. وصحيك بقى على كوابيس بالليل. انا برضه ما بنامش بالليل، انا بنام الظهر والله. ايه اللي بتعمليه ده؟ هو كده افترى. عايز تخرج معايا؟ تسمع كلامي. حاضر. وتمشي بمزاجي. حاضر. انت مجنون. بقول لك ايه، انا ما بحبش المشاكل. ها امال اللي انت عاملاه ده كله ايه؟ شاي بنعناع؟ هتسمع كلامي ولا لا؟ حاضر حاضر حاضر. يلا اطلع هات لي الموبايل عشان نسيته. كل الفيلم ده عشان اجيب الموبايل؟ طب كنت تقولي من الاول. ايه ده؟ فين الموبايل ده؟ فين الموبايل؟ فين الموبايل؟ انت فين الموبايل؟ خوريا. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. انا جاي اطمن عليك. اخبارك ايه؟ ايه بقى، ممكن اقعد معاك شويه؟ لا. ماشي ماشي شكرا. انا كنت متاكد انك مش هتمانع برضه. ممكن العب معاك؟ لا انا بحب العب لوحدي. طب خد بالك من الجو ده. بص، في واحد جاي من ورا اهو. دوس اكس دوس اكس. دوس ادي بطرف اهو. بص، لا بص، اللعبه دي بقى، اللعبه دي ما تتلعبش كده. بص يلا هات ماتش جديد بقى. مش عايز ماتش جديد. يبقى انت خايف لا تتغلب. طب ايه رايك لو غلبتني انا ممكن اديك دي؟ ماشي. طيب ولو انا غلبتك اخد ايه؟ دي. دي انت كنت بتحلق ولا ايه؟ اعمل بيها ايه دي؟ ماشي مفيش مانع، العب. تلعب تاني ولا ايه؟ ماشي ده انا هقشطك. ايه يا حبيبي، خلاص انا قربت من النادي اهو. لا معلش، ما مش هينفع اجي بقى. لا اصل لازم انزل الشركة حالا دلوقتي. طب هتخلص امتى؟ لا مش عارف. لا بس اكيد مش دلوقتي خالص. طب انت هتعملي ايه دلوقتي؟ هتروحي ولا هتروحي النادي؟ لا هروح. باي باي. يا ساتر، نفسي ابويا بطل العصبية اللي هو فيها دي. تصدق بابايا برضو عصبي قوي، ولو عارف ان انا هنا هيزعقلي جامد موت. يا نهار اسود، هيزعقلك موت؟ لا انا ابويا مش للدرجة دي يعني. ده لو ابويا عارف ان انا وانت هنا لوحدينا هيجي جري. بس انت حمار في الكرة على فكره، وانت جزمه في العربيات. قوم قوم بقى سيبني، انا عايز اقعد لوحدي شويه. انت قلت انت زعلان عشان اتغلبت؟ ما تقولش اتغلبت. ما عندكش حاجه طيب لماجينزر ولا السلو وايت؟ عنديش. طب هات هدومي، هات هدومي، هات هدومي ونضارتي. هتشوف ايه؟ مين الكلب اللي مصور معاك في الصوره ده؟ اخوك؟ لا ده كلبي. ده بلدي طبعا. لا ده لابرادور. اجنبي يعني؟ وبيدرس بره ولا ايه؟ لا بابا ضربه بالنار. ليه؟ سرق حاجه؟ لا كان عيان. يا نهار اسود، هو اللي بيعي عندكم هنا بتضربوه بالنار؟ ما بحبش حد يتطلع على الكلب بتاعي. ايه ده؟ طيب هو الكلب ده يعني سيادته كان اسمه ايه؟ كيتوس. كيتوس؟ يا راجل ده بركه انه اتقتل. ربنا يسامحك. عمر، ممكن اسالك سؤال طيب؟ هو انت ما عندكش اصحاب؟ واضح ان انت ما كانش ليك حد غير الكلب ده. طيب ايه ده؟ عمر انت بتعيط؟ ها؟ ايه ده؟ طب انا اسف، ما هو انا ما اقصدش ان انا ازعلك يعني. يعني انا اسف، انا لو اعرف ان الموضوع كان هيضايقك كده والمصحف الشريف ما كنت اتريقت عليه يعني او كده. وبعدين يا سيدي اعتبرني من النهارده زي كيتوس ده بالظبط. لا طبعا. لا طبعا؟ للدرجه دي انا حقير؟ طب خلاص يعني
جايز يكون الكلب افضل مني في حاجه، ولكن خلينا نبتدي صفحه جديده من على السرير ده ونبقى اصحاب. انا اسف. حطني بقى عشان اتاكد انك مش زعلان. المجنونه الثانيه جت بعد اذنك. كنت متاكد ان انت هترجعي لي يا شيخ. اوعى. واضح ان السلم ده بيطلع لتحت. اول ما خيرت بيه يجي هقول له. على فكره هاي زكي. اهلا. ايه مالك؟ حد من الولاد مضايقك؟ لا لا لا، ده انت مخلف ملايكه ما شاء الله. مالك شكلك موجوع كده، في ايه؟ لا مفيش، ده الخط الاحمر ده اصله ماسك شويه في القميص. مفيش حاجه مفيش حاجه. امال شيرين وعمر فين؟ عمر في اوضته وشيرين ما خرجتش طول النهار النهارده الحقيقه، ما شاء الله عليها يعني. ما رضيتش اقول له. ها ماشي. لا في حاجات كتير لازم تتغير. في حاجات كتير قوي بتوجعني.